شفت فيلم الراس الكبيرة؟ أنا شفت ده راس أكبر منه ده راجل أه تأكل على الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي وقدوتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده شباب النهارده بنات هنحل مع بعض تدريبات النصوص المتحررة من كتاب الامتحان للثانوية العامة دفعة 20 2 -3. وعشرين. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك ولو انت قديم في القناه خليك مشترك واعمل لايك عشان نقدر نكمل مع بعض المحتوى الهادف مجانا لكل الطلبه. طبعا يا جماعه عندنا على القناه تلاقي الحل والشرح والمراجعه مجانا ما تنساش تبعت الفيديو لكل اصحابك وتبعت القناه وتخش تاخد لفه جايه في القناه عشان تستفيد مننا. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. صلي على احمد خير خلق الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم. قال احمد شوقي احمد شوقي بيقول انادي الرسم طبعا يا جماعه الرسم يعني اطلال الديار اطلال الديار يعني ايه قلناها قبل كده يعني بواقي الديار ايام زمان الشاعر ايام زمان الشعراء الجاهلين وكده كان بيعدي على البلد القديمه اللي كان فيها حبيبته وكام ده فبيقعد يبكي شويه يقعد يعيط شويه يفتكر ايام زمان يفتكر البيت اللي كان بيلعب فيه والكلام ده كله فهنا الشاعر احمد شوقي بينادي الديار طبعا ده تاثر بالقديم دي سمه من سمات القديم انادي الرسمه لو ملك الجواب لو هو يعني يقدر يرد عليا وافديه بدمعي لو اساب يعني انا هقدر افديه بدمعي لكن لو هو ايه لو هو اساب لو هو رجع لي حبايبي من تاني لكن طبعا الديار مش هترجع الحبايب خلاص كل ده راح وقل لحقه العبرات تجري وان كانت سواد القلب ذاب سواد القلب يعني يا يعني جماعه سواد القلب يعني حبه القلب سؤدد القلب ايه هو سؤدد القلب ده يعني هو يعني في اللي هو بالانجليزي اللي هو ايه ذا ديبس اوف ماي هارت اللي هو ايه عميق القلب اللي هو عمق القلب قصده هنا ايه قصده مكنون القلب او مرتكز القلب يعني الاخر كده قلبي من جوه بالبلدي وبالعاميه كده نفهم بعض طبعا قلبي من جوه فهنا الشاعر بيقول ايه يا عم فهنا الشاعر نفسه ايه نفسه يرجع لحبايبه بتوع زمان حبايبه بتوع زمان كانوا ساكنين في نفس المكان ده في بواقي الديار يعني باقي الديار دي اللي كانت موجوده ايام زمان فهنا الشاعر بيقول لو هما طلبوا مني سؤدد للقلب انا هديه لهم وقلبي هيدوب يعني الشاعر من الاخر كده بيقول انا بعشقهم بحبهم يعني بحبهم بكل قلبي بسؤدد القلب عندي المهم بيقول وقفت بها كما شاءت وشاء وقوفا علم الصبر الذهاب يعني انا وقفت هنا عند باقي الديار دي وفضلت واقف وقعدت اعيط وابكي كتير قوي لدرجه ان الصبر نفسه زهق وقوفا علم الصبر الذهاب لحد ما الصبر نفسه زهق مني وبين جوانحي طبعا الجوانح اللي هي الضلوع ضلوع القفص الصدري طبعا اي حد علم علوم هنا هيعرف الكلام ده ضلوع ايه ضلوع القفص الصدري وبين جوانحي واف الوف يعني جوه الجوانح بتاعتي جوه عظمي في وافي ايه هو الوافي اللي هو القلب يعني شخص وفي والوف كمان يعني وافي للناس وكمان الوف طيب اذا لمح الديار مضى وساب او من يلمحها كده يقعد يعيط ويا وطني لقيتك بعد ياس يعني بيقول يا وطني انا خلاص رجعت لك تاني بعد ياس كاني قد لقيت بك الشباب يعني كاني رجعت شباب من تاني بقول انا كنت يقصد من ان ارجع وطني لكن لما رجعت كان شباب رجع لي تاني وكل مسافر سيؤوب يوما اذا رزق السلامه والاياب يعني كل واحد مسافر اكيد في يوم هيرجع لو ربنا رزقه السلامه والاياب اللي هو العوده تاني صلى الله عليه الصلاه والسلام مراد في كلمه العبرات طبعا يا جماعه العبرات كلمه سهله جدا وبسيطه العبرات يعني الدموع انما عبرات بسكون لو الباء ساكنه يعني كده دي معناها ايه؟ معناها العظات اللي هو الحكم والعظه والكلام ده كله عزاط. انما عبرات الباء عليها فتحه يعني دموع طبعا هنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الدموع وقل لحقه العبرات تجري يعني الدموع بتجري يبقى طبعا بيتكلم عن الدموع يبقى الاجابه الصح تكون دموع نوع المحسن البديع في البيت الاول مقابله جناس حسن تقسيم تصريح طبعا يا جماعه مقابله يعني جملتين عكس بعض هنا في البيت الاول ما فيش حاجات عكس بعض هي يعني مش هينفع جناس كلمتين شبه بعض ما كانش فيه برضو الكلام ده في البيت الاول حسن تقسيم تقطيع البيت تقطيع متساوي لما اقول لك تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغب لما تلاقي بيت متقطع زي بعضه كده كلمتين 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 اعرف ان هو حسن تقسيم لكن مفيش الكلام ده الاجابه بس هتكون تصريع طبعا باين قوي تصريع البيت الاول لو ملك الجواب وافديه بدمع لو اساب باء نهايتين زي بعض ب الف ب الف نهايتين ايه نهايتين زي بعض في البيت الاول ايجاز بحذف الفاعل مبتدا حرف النداء جواب الشرط لو جيت البيت الاول قال لك انادي الرسم لو ملك الجواب وافديه بدمع لو اساب هنا عندهاش إجاز بحذف الفاعل ومفيش مبتدا اصلا دي جمله فعليه ومفيش إجاز بحذف حرف نداء عشان اصلا مفيش نداء الاجابه هتكون دال ايه ده طب فين جواب الشرط يا محمد اقول لك ليه وقال لك وافديه بدمعي لو اساب لو اداه شرط اساب فعل الشرط فين جواب الشرط محذوف خلي بالك ان جواب الشرط لازم يجي بالترتيب ده يعني اسلوب الشرط بيكون اداه الشرط فعل الشرط وجواب الشرط بعدها لو ما جاش بعدها يبقى محذوف حتى لو قلت لي اللي قبليها ده هو جواب الشرط ماليش دعوه لازم يجي بعدها يبقى طبعا ما جاش بعدها حاجه يبقى يبقى محذوف يبقى الاجابه الصح تكون حذف جواب ايه جواب الشرط فده بيقول لك صور الشاعر فرحته بالعوده الى وطني في البيت الخامس بايه يا عم الحاج الخامس قالك ويا وطني لقيتك بعد ياس كاني قد لقيت بك الشباب يعني كان الشباب رجع لي من تاني الحلم الجميل ازاي يريد له ان ينتهي طبعا غلط انه التقى الشباب النابهين برضو غلط ما قالكش خالص الكلام ده اليائس اسم العوده الى الوطن برضو غلط الاجابه الصح تكون انه عاد شابا وفارقه الشيب يعني الشباب رجع له من تاني المغزى الضمني في الاخر فين من البيت الثاني المغزى الضمني من البيت الثاني طبعا قلت لك البيت الثاني هو قصده ايه قصده في البيت الثاني لو احبابي طلبوا مني قلب... القلب بتاعي انا هديه لهم ده قلبي هيدوب عشانهم اصلا يبقى اظهار فرحته لرؤية الاطلال طبعا غلط الشاعر مش فرحان بالعكس ده حزين لما شاف الاطلال التاكيد تخلصوا من الحقد وسواد وسواد القلب طبعا غلط ما كلمش خالص عن الحقد مقصود بسواد القلب هنا مقصود بايه حبه القلب اللي هو depths my heart اللي هو إيه؟ اللي هو اعماق القلب اعماق ايه اعماق القلب depths of my heart المهم صلى الله عليه الصلاه والسلام اظهار تحمله وقيل الدواني طبعا برضو غلط مش هينفع الاجابه الصح تكون الف اظهار وفائه للاحباب الراحلين عشان بقول لو انتوا عايزين قلبي انا هديه لكم ده قلبي هيدوب عشانكو يبقى طبعا معنى كده هو بيحب ايه بيحب الاحباب الراحلين بيحب الناس اللي كانوا ساكنين هنا ايام زمان هو نفسه يرجع لهم من تاني الضمير في قوله لحقه الضمير اللي هو الهاء يعني عايده على مين؟ الدمع ولا الرسم ولا الوطن ولا الجواب طبعا نقرا البيت قال لك انادي الرسم لو ملك الجواب وافديه ايه هو الرسم يعني بدمع لو اسابه وقل لحقه ايه هو الرسم برضه بيتكلم عن الرسم يبقى الاجابه الصح تكون تكون الرسم طبعا الرسم اللي هو بواقي ايه بواقي الديار او بقايا الديار من سمات المدرسه الكلاسيكيه اللي تعرضت البيتين الاول والثاني ايه هي يا عم الحاج كثره الحكم يعني كان في حكم كتير طبعا غلط البيت الاول والثاني كان بيتكلم عادي كانش فيه حكم مش هينفع خطاب الصاحبين برضو غلط خطاب الصاحبين لما الشعر يكلم اتنين زي مثلا بيقول قفا اسالا اعلما بتكلم اتنين كده ده اسمه خطاب الصاحبين طبعا غلط الاهتمام بشعر المناسبات والمجاملات يعني اتكلم عن شعر مناسبات يعني هنا كان في مناسبه معينه بيتكلم عنها طبعا كانش في مناسبه خالص مش هينفع شعر المناسبات ده قلناه قبل كده يا جماعه لو واحد مات واحد اه اترقى الملك مش عارف مين الملكة فريدة عملت إيه، اللي حصل معركة مش عارف دولة إيه، ده اسمه شعر المناسبات. الإجابة وسعتكم استلهام النماذج القديمة، يعني الشعر بدأ بحاجة علاقة بالشعر القديم، زي إيه؟ زي البكاء على الأطلال. القيمة الأخلاقية اللي يرسخها البيت الرابع، طبعا البيت الرابع بيقول لك إيه؟ وبين جوانحي واف ألوف، القلب بتاعي ده وفي للناس، عمره ما بينسى أحبابه. يبقى طبعا هنا بيتكلم عن الوفاء والألفة، الواف ألوف. وافن ايه وافن الوف يبقى اثابه الاحباب على ودهم طبعا غلط استيفاء الحقوق وعدم ظلم الناس برضو غلط الترقب والصبر برضو غلط الاجابه الصح تكون جيم الوفاء والود للأحب أنه شخص ودود حلو قوي قال عبيد بن الابرص وعبيد بن الابرص بول وكل ذي غيبه يؤوب يعني كل واحد غاب عننا فتره هيرجع في الاخر وغائب الموت انما غائب الموت لا يؤوب عمره ما يرجع تاني طيب بالموازنه من حيث المغزى بين قول شوقي البيت السادس وقول عبيد الابرص نجد ان ايه؟ يعني قارن بين البيت السادس عند شوقي والبيت ده طيب حلو قوي ركز معايا البيت طبعا السادس بيقول لك ايه وكل مسافر سيؤوب يوما لو ربنا رزق السلامه والاياب اذا رزق السلامه والاياب. صلى الله عليه وسلم اول حاجه شوقي يحض المغتربين على الرجوع اما عبيد فيؤكد على ضروره اوبه الغائبين طبعا برضه غلط مش هينفع ليه يا حاجة احمد شوقي هنا قال لك ايه وكل مسافر سيؤوب يوما أي. اي حد مسافر اكيد في يوم من الايام هيرجع يبقى هو مش بيحض المغتربين على الرجوع لا هو قال لك عادي ان اي حد مسافر اصلا هيرجع وعبيد هنا ما اتكلمش عن اوبه الغائبين هو قصده برده اي حد مسافر قصده هنا غايبه اللي هو مين اللي هو مسافرين برده فهنا اصلا ما فيش فرق فمش هينفع طيب جيم شوقي يؤكد اهميه السفر او عارف يؤكد اخذ العبر برده غلط هنا عبيد من الابرص بيتكلم عن ايه بيتكلم عن العوده ان اي حد مسافر المفروض يرجع وكمان شوقي ما كلمش عن اهميه السفر خالص هي يعني مش هينفع شوقي يؤكد رزق الحلال اما عبيد في يقاسم الغياب النوعين طبعا برضو غلط هنا شوقي ما كلمش عن رزق الحلال خالص دي جاب الصحه تكون به شوقي يؤكد عن السلامه بقدر الله لما قال لك اذا رزق السلامه والاياب لو ربنا رزق السلامه والاياب انما عبيد من ابرص بيقول ايه فيؤكد حتميه الموت قال لك وغائب الموت لا يؤوب يعني اللي مات عمره ما هيرجع تاني بيبقى على حتميه الموت الموت اكيد هيجي لنا كل الناس يبقى طبعا الاجابه الصح هتكون به صلى رسول الله عليه الصلاه والسلام قال المتنبي بليت بلا الاطلال الا ما بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه يعني بقول انا واقف على الاطلال ازاي زي الشخص الشحيح زي الشخص البخيل كده اللي الخاتم بتاعه واقع في التراب يعني دلوقتي تخيل معايا ان في شخص بخيل واقف كده والخاتم بتاعه واقع في التراب هيقعد يدور عليه قد ايه كتير قوي هيدور عليه كتير جدا فهنا هيطول هيطول ايه طول في الوقفه المتنبي بيقول بقى انا واقف زيه بالظبط انا هطول هنا واقف كتير قوي لما نيجي نقارن بالاثنين نجد ان ايه شوقي يقف حتى يرى الاحباب اما المتنبي فيقف حتى يعلم البخلاء طبعا غلط المتنبي مش عايز يعلم البخلاء ولا حاجه هو واقف على الاطلال زي شوقي يعني مش هينفع شوقي يصبر اما المتنبي فيذهب صبره برده غلط وقال لك الاثنين صبروا شوقي يذهب صبره اما المتنبي فيظل صابرا برده غلط يا من الحجم وكمان قال لك كيف إيه يظل الصبي كما يصبر الفقير الباحث عن خاتمه هنا ما بيتكلمش عن الفقير يتكلم عن البخيل يبقى مش هينفع يبقى الاجابه الصح تكون هتكون الف شوقي يقف وقوفا يعجز عنه الصبر يعني الصبر نفسه ما يقدرش عليه والمتنبي واقف وقوف البخيل اللي بيقعد يدور على حاجه ثمينه وقعت منه طبعا ده سؤال مباشر جدا يبقى الاجابه الصح تكون هتكون الف طبعا يا جماعه الاسئله اللي هي اسئله مقاليه دي دي مش عندنا في المنهج يعني الاسئله دي مش عندنا اصلا في المنهج المنهج عندنا يا جماعه كله اسئله اختياريه مفيش اسئله مقاليه صلى الله عليه الصلاه وسلم. قال جميل الزهاوي متحدثا إلى دمعتي بول أنت ما إن تخففين المصابي دمعتي فرجعي على الأعقاب يعني الكلام ده بيقول أنت يا دمعتي مش هتخففي المصيبة بتاعتي ففي الأخر لها يا دمعتي فرجعي على الأعقاب يعني ارجعي تاني ملكيش أي لازمة معلش يعني الدموع تعمل لي إيه مش تعمل أي حاجة أنت لا تدفعين وطأة تشيبي يعني أنت مش هت. هترج... مش مش هتبعدي عني الشيب العجز اللي انا فيه ان انا عجوز مش هتبعدي عني انت لا ترجعين عهد شبابي مش هترجعي الشباب بتاعي تاني ليس محمودا ان تقيمي طويلا يعني مش حاجه حلوه ان انت تطولي معايا بين حملاق العين والاهداب يعني جوه عناية يا ابنه الهم مين هي ابنه الهم طبعا ابنه الهم اللي هي الدموع الدموع بنديله كنايه اللي هي اللي هي ابنه الهم يا ابنه الهم إن غرفتك القلب، يعني مكانك القلب أصلاً قاعدة جواه، فلا تخرجي إلى الأبواب، إيه الأبواب؟ المقصود بها العيون، طبعاً المقصود بها إيه؟ العيون، إنني إن بكيت أبكي شعري، ولقد أهديه إلى الأحقاب، وعسى أن يبث شعري شعوري، يعني يا ريت الشعر بتاعي يبث الشعور بتاعي، العواطف بتاعتي، وعسى أن ينوب شعري منابي، صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا <applause> باشا أنت ليه مفكر كده؟ أحنا مؤاخذة الحديد بولي وأحنا لمولين. نعم. يعني إحنا أجمد من الحديد. يا ابني البق بقى بطل الكلام الغريب ده بقى. قصيدة بسيطة جدا وسهلة. المقصود من البيت الأول: الرغبة في البكاء، عدم جدوى الدموع، التحكم في الغضب، إظهار شدة الحزن. طبعاً البيت الأول قال لك مالهاش لازمة، الدموع مش بتعمل لي أي حاجة خالص. يبقى الإجابة لكم جيم: عدم جدوى الدموع. نوع الصورة في قوله يا ابنة الهم، قلنا لك قبل كده يا ابنة الهم يعني كناية عن موصوف اللي هو مين؟ اللي هو الدمعة، يبقى طبعا كناية عن صفة مش هينفع وتشبيه بليغ مش هينفع هنا يعني مفيش مشبه ومشبه بيه ومش هينفع نستعرض الصحية الإجابة أدق تكون كناية عن موصوف، زي كده لما أقول يا ابنة اليم، مين هي ابنة اليم؟ اليم اللي هو البحر، ابنة اليم دي اللي هي السفينة، ابنة الهم اللي هي ايه؟ اللي هي الدمعة، زي مثلا صاحب الحوت، مين صاحب الحوت؟ لو سيدنا يونس طب مين هي الكنانه الكنانه اللي هي مصر دي كلها يا جماعه دي كلها كنايات مشهوره جدا بعدين بقول لك الموسيقى في البيت الاخير نتيجه عن حسن تقسيم ولا تصريع ولا جناس التام ولا الالتفات خليك ذكي الالتفات اصلا مش بيعمل موسيقى الالتفات ده محسن بديعي معنوي مش محسن بديعي لفظي مش زي الموسيقى ايه مش هينفع مفيش جناس تام في البيت الاخير جناس تام كلمتين زي بعض بالضبط لكن معناهم مختلف ما كانش فيه الكلام ده ما كانش فيه تصريع التصريع اصلا بيجي في البيت الاول مش في البيت الاخير مش هينفع يبقى الإجابة الصح حسن التقسيم، حسن تقسيم تقطيع البيت تقطيع متساوي، البيت متقطع تقطيع متساوي زي بعض. المحسن المعنوي في البيت الثاني مقابل تصريع جناس ناقص التورية. طبعا الجناس الناقص ده محسن لفظي مش معنوي يعني مش هينفع. التصريع ما بيجيش في البيت الثاني بيجي في البيت الأول يبقى يعني مش هينفع برضه. التورية يعني يعني الشعر بيتكلم عن حاجة يعني كلمة ليها معنى قريب معنى بعيد، وإحنا عايزين المعنى البعيد. لكن ما كانش فيه الكلام ده في البيت الثاني. جوب بالتاني بيقول لك ايه لا تدفعين وطأة شيبي انت لا, لا ترجعين عهد شبابي طبعا وطأة شيبي عهد شبابي طبعا ده كله يعمل حاجه ايه دي جملتين عكس بعض يعني انت مش بترجعي مش بتدفعي الشيب بتاع العجز بتاعي ومش بتجيبي الشباب بتاعي طبعا جملتين عكس بعض يعني مقابله يبقى إيه الاجابه الصح تكون مقابله يعني جملتين عكس بعض الجمله كن... كنا بها الشاعر عن شده الكتمان يعني جمله من دول تنفع كنايه عن شده كتمانه لا تدفعين وطأة شيبي يعني انت مش هتردي الشيب بتاعي طبعا دي غلط ملهاش علاقه اصلا بالكتمان ارجعي على الاعقاب يعني ارجعي مكانك برده ملهاش علاقه بالكتمان يبص شعري شعوري برضه ملهاش علاقه بالكتمان رجال وصلتكم جيم غرفتك القلب لما اتكلم عن الدموع قال الدموع دي مكانها القلب يعني مكانها القلب, يعني القلب يعني محبوسه جوه محبوسه ايه محبوسه جوه القلب عمرها ما تطلع منه فاقول لها ايه لا تخرجي الى الابواب ما تطلعيش على الباب يعني ما تطلعيش ايه ما تطلعيش للعيون صلى رسول الله عليه الصلاه والسلام حبيبي يا احمد يا رسول الله <applause> نقل أستوفي في قوله دمعتي في البيت الاول طبعا لما قال دمعتي فرجعي على الاعقاب قصده قصده يا دمعتي ارجعي للاعقاب ارجعي تاني مكانك فطبعا لما قال دمعتي هنا حذف اداه النداء اللي هي يا حذفنا ايه حذفنا اداه النداء وخلي بالك الكلام ده شرحناه قبل كده في الحلقه بتاعه اسلوب الانشاء والاسلوب الخبري الكلام ده كله شرحناه على القناه قلنا يا جماعه الاسلوب الانشائي فيه نوعين اسلوب انشائي طلبي اللي هو الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، اي واحد من دول اسمه اسلوب انشائي طلبي. انما القسم وكامل خبريه أه حبذا ولا حبذا الكلام ده كله ده اسمه اسلوب انشائي غير طلبي. طبعا لما قال يا ده اسلوب انشائي نوعه نداء، يبقى طبعا ايه؟ يبقى طبعا طلبي، يبقى اللي هي تكون اسلوب انشائي طلبي. يمثل استعاره تصريحيه في الابيات، ابنه الهم الابواب غرفتك القلب ارجعي. طبعا لما ارجعي هنا صورت ايه؟ صورت الدمع بانسان صورة الدمع بإيه؟ صورة الدمع بفتاة مثلا فتاة ترجع صح ولا لا؟ فتاة ترجع. فين الفتاة؟ حذفناها لكن سبنا صفة من صفاتها اللي هي الرجوع، دي اسمها استعارة إيه استعارة مكنية؟ يا يعني مش هينفع. طيب غرفتك القلب، شبهنا القلب بالغرفة، برضه ده تشبيه مش هينفع. ابنة الهم كناية عن موصوف، يا يعني مش هينفع. الإجابة بساطة بقى الأبواب، ليه الأبواب يا محمد؟ لما قال الأبواب هو هنا صور إيه بيعمل حاجة؟ هنا صور هو قال يعني الدموع خليكي قاعدة في القلب، ما تطلعيش للأبواب، إيه الأبواب دي العيون فين صورنا ايه صورنا العيون بالابواب حلو قوي العيون صورناها بالابواب فالعيون مشبه والابواب مشبه بيه حذفت المشبه وصرحت المشبه بيه بس تعرض الصحيح يبقى الاجابه الصح تكون هي تكون الابواب بعدها الدليل على اعتماد الشعر على الصوره المركبه يعني ايه الصوره من دول اللي كان فيها صوره ايه صوره مركبه طبعا احنا يعني شرحنا على القناه الفرق بين الصوره المركبه والصوره الممتده والكلام ده كله شرحناه ايه شرحناه على القناة. صورة مركبة قلناها قبل كده يعني كلمة واحدة بتشترك في صورتين أو جملة بيكون فيها أكتر من صورة يعني جملة كده عندنا فيها أكتر من صورة راكبة في بعض. لا ترجعين هذا الشيء غرفتك القلب ارجع الأعقاب أبكي شعري. طبعا ما أبكي شعري هنا استعارة مكنية صورنا الشعر كأنه إنسان يبكي عليه. طبعا دي صورة واحدة بس يا يعني مش هينفع. ارجع الأعقاب هي استعارة مكنية صورنا الدموع بإنسان يرجع أو فتاة ترجع برضه دي صورة واحدة بس مش هينفع. غرفتك القلب القلب بالغرفة برضه مش تنفع. الإجابة الصح تكون ألف ألف قال لي قال لا ترجعين لا ترجعين عهد شبابي ركز معايا من حاجة أول حاجة لا ترجعين استعارة مكنية صورنا إيه؟ صورنا الدمعة بفتاة ترجع كأنها فتاة بترجع حاجة يبقى أول حاجة استعارة مكنية صورنا إيه؟ صورنا الدموع أو الدمعة بفتاة ترجع ده أول حاجة لا ترجعين مش هترجع ايه يعني مش هترجع عهد الشباب تاني فهنا برضه استعارة تانية استعارة مكنية صورت ايه صورت عهد الشباب كأنه انسان كانه شيء يرجع، يعني كانه كده حاجة بترجعها للبياع. يعني الاخر جيت اتخيل معايا ان في كشك في بنوته صغيرة بقول لها مش هترجعي عهد الشباب بتاعي تاني، مش هترجعيه تاني. فهنا صورت الدموع بالبنوته الصغيرة دي اللي بترجع وصورت عهد الشباب كانه هو الحاجة اللي بترجعها اصلا، كانه شيء مادي يرجع، كانه شيء مادي يسترد، كانه شيء مادي يسترد. يبقى الاجابة الصح طبعا تبقى ايه؟ تبقى ألف، هنا في صورتين ناكبين في بعض. ده اسمه ايه؟ ده اسمه صورة مركبة من مظاهر التجديد التي تجلت عند الميزة برودي في الأبيات مظاهر التجديد الحاجات الجديدة الاهتمام بتنوع الأغراض تنوع الأغراض أن الشعر بيتكلم في القصيرة عن أكثر من حاجة طبعا كان من غلط كان بيتكلم عن حاجة واحدة بس إيه مش هينفع وصف المنجزات العصبية لو من الاختراع حديث ما عن أي اختراع هي إيه مش هينفع الارتباط بالجماهير والصحافة برضو غلط الإجابة الصح تكون ألف الاهتمام بالتجارب الذاتية الشاعر كان بيتكلم عن تجربة ذاتية خاصة بيه كان تجربة الحب بتاعته لا لا أنا ما لا لا من فضلك ايه يا استاذ؟ صعيده لا لا يبقى طبعا الاجابه وصلتكم تجربه ذاتيه. يتجلى في البيت الرابع مظاهر تقديم تلميذ البارودي ايه هو بقى يا عم الحاج نجيب البيت الرابع. البيت الرابع قال لك يا ابنه الهم ان غرفتك القلب فلا تخرجي الى الابواب. طبعا البيت ده مهم جدا قال يا ابنه الهم هنا كنايه ان غرفتك القلب. هنا شبهتها ايه شبهتها كانها فتاه عندها غرفه بقى قلت غرفتك القلب شبهت القلب بالغرفه فلا ترجع للأبواب. هنا استعارة الصلاحيه صورت العيون بالابواب هنا عندنا في مليون صوره في بيت واحد بس ده اسمه الناحيه البيانيه او النزعه البيانيه اللي هي بسطاتكم بيت ما بالنواحي البيانيه يعني هتلاقي بيت واحد عندك غرقان صور مكنية واستعارة وتشبيه وكناية ومجاز ده اسمه ايه ده اسمه اهتمام بالنواحي البيانية طبعا كانش فيه صحافة ولا كون ولا نزعة روحية نزعة روحية نزعة ايمانية كانش فيه الكلام ده خالص يبقى الاجابة الصح تكون ب في البيت الاخير يبدو غلبة الجانب الذهني البياني العاطفي الاجتماعي قال لك ايه وعسى ان يبص شعري شعوري الشعر بتاعي يبص الشعور والعواطف بتاعتي طبعا بين او ده اتجاه عاطفي او ما تسمع شعور والكلام ده كله اعرف ان هو اتجاه عاطفي مش ينفع بياني ولا ذهني ولا اجتماعي الاجابه ادق تكون عاطفي صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول بسمت لك الدنيا وغر لك حسنها الدنيا ضحكت لك وحسنها جمالها يعني غرك فغدوت عبد جمالها الفتان بقيت عبد الجمالها طبعا عبد يعني مش بتعبدها قصده يعني بقيت مزلول مزلول للجمال بتاعها اي حاجة حلوة فيها تروح لها وخلاص من غير ما تفكر وانقدت مدفوع انقدت يعني بيت منقاد منقاد يعني شخص بيقود حاجة يعني بيسوقها وانقضت مدفوعا إيه يا بقيت متسائم يا اخي يعني الدنيا كانها بتسوقك وانقضت مدفوعا بطيشك بالهبل بتاعك للهوى وسباك منها طبعا السباكة يعني ايه سباكه يعني, يعني, عارفين السبي ايام زمان في كان في سبي السبي اللي هو ايه اللي هو الستات اللي بيتاخدوا في المعركه سبي يعني ايه بيتحبسوا سجناء يبقى سباك يعني سجنك قيدك يعني وسباك منها ساحر الاجفان عينيها الجميله سحرتك سلبت نهاك النهاك يعني ايه النهى يعني المخ بتاعك العقل بتاعك فهي اخذت العقل بتاعك بغيها ودهائها بالذكاء بتاعها يعني ورماك سهم خداع خداعها الخواني مر الشباب وانت مسلوب النهى الشباب عدى وانت مخك طايش خالص طيب طايش ازاي هيوضح بقى بقولك تلهو وتلعب في صفا واماني عمال بتلهو وتلعب وناسي خالص اخرتك وده مشيبه مباغتا لك يعني المشيب اللي هو ايه اللي هو الشعر الابيض ودان المشيب مباغتا لك طبعا مباغت يعني جه على فجأه كده اللي هو هوب دبل كيك جالك لك مره واحده كده ايه وضربك على قفاك وجري ودنا المشيب مباغتا مره واحده لك ناعيا عهد الشباب لسالف الازمان يعني بيقول لك مع السلامه للي عايز يمشي بيقول يعني لعهد الشباب مع السلامه يا عم خلاص جا الشيب خلاص المشيب اللي هو ايه اللي هو العجز وكده بقيت عجوز خلاص التركيب الذي يوحي بالغفله اللي هو يعني حاجه جات لك على غفله مره واحده بسمت لك يعني ضحكت لك طبعا دي جمله عاديه غرك حسنها يا ضحكت عليك برضو جمله عاديه غدوت عبد جمالها بقت عبد ليها برضه جمله عاديه اللي جاب جيم دنا المشيب مباغتا يعني المشيب جالك مباغت اللي هو جالك على فجاه كده يبغتك وجري مره واحده يبقى الاجابه جاب دنا المشيب مباغتا هدف كلمة سباكة في البيت الثاني ودعك أسعدك قيدك أظهرك طبعا سباكة يعني إيه قيدك حبسك السبي لو الحبس سجن يبقى الاجابه الصح تكون تكون قيدك حبسك سجنك علاقه جمله تلهو وتلعب في صفا وامانه بيت من قبله نتيجه وتعي ولا توضيح ولا تفصيل لو ركزت وقال لك مر الشباب وانت مسلوب النهى يعني الشباب عدى وانت مخك ضايع ايوه يعني وضح لي بقى ايه مخ ضايع ازاي اه كنت بتلعب وتلهو في صفا واماني فالجمله دي بتوضح الجمله اللي قبلها يا جماعه بتوضح مجرد الجمله اللي هو قال انت مسلوب النهى يعني مخك رايح من الاخر كده طب ايوه رايح ازاي يعني يعني وضح لي رايح ازاي قال لك كنت بتلهو وبتلعب طبعا اللهو هو اللعب يعني الشعب بس كرر الجمله مرتين عشان ياكد يبقى قصده ايه قاعد بتلهو في صفن وامن قاعد بتلعب على طول وناسي خالص اخرتك فين الشعب بيوضح معنى ايه معنى الجمله اللي قبلها بيوضح ايه هو مسلوب النهى ده ازاي مخه كان رايح يبقى الاجابه بس هتكون توضيح كلمة عبد في موضعها في البيت الأول توحي بالاحترام ولا الطاعة ولا الاتفاق ولا الذل؟ طبعا مش الاحترام خالص وقال لك أنت عبد مش بيحترمها خالص ولا بيتفق معاها هتحتار اقول الطاعة ولا الذل الاجابة الادق يا محمد هتكون ايه الاجابة الادق هتكون الذل ليه يا محمد اقول لك صلى الله عليه الصلاة والسلام قالك لك فغدوت عبد جمالها بيت عبد الجمالها طبعا عبد الجمالها مش قصده انت بتطيعها مطيع ليها لا هو قصده انت مذلول ليها هي بتذلك انت مذلول للجمال بتاع وبقيت وبقت تقودك هي اللي بقت تسوقك في الاخر فانت بقيت ايه بقيت مذلول ليها وحتى الكلام ده كله اكد عليه البيت الثاني قال لك وانقدت مدفوعا بطيشك للهوى بقيت منقاد بقيت هي اللي تسوقك هي اللي بتذلك يبقى الاجابه دقه تكون هي تكون الذل طبعا الكلام ده هيوضحه وبرده سؤال ثاني جاي قدام هيوضح الكلام ده في البيت الرابع اتنب يعمل يعني حاجه طبعا البيت الرابع يا جماعه لو ركزت معايا قال لك تلهو وتلعب في صفا وامان. طبعا تلهو بنفس معنى كلمه تلعب، اللهو هو اللعب، الاثنين بنفس المعنى، ده اسمه ترادف، الاثنين بنفس المعنى، يبقى الاجابه تكون الترادف. طبعا الاطناب شرحناه على القناه لو فاتك شوف الحلقه اللي شرحنا فيها الاطناب. الغرض من اسلوب الابيات اثاره الزين تقرير تعجب استنكار تهكم وسخريه. طبعا اثاره الزين تختارها لو الاسلوب عندك انشائي، لكن الابيات كلها كان اسلوب خبري، والاسلوب الخبري بيكون غرضه التقرير والتوكيد، يبقى الاجابه ادق يا أولاد. إجابة العلاقة بينها تكون التقرير والتوكيد. طبعا مش هينفع التعجب واستنكار شعر مش متعجب خالص ومش هينفع التهكم والسخرية، التهكم والسخرية لو الشاعر بيسخر من شخص معين بيتريق عليه مثلا وطلعه على المسرح او ما يتريق عليه وكان كله. لكن إجابة العلاقة تكون التقرير والتوكيد عشان ده اصلا اسلوب ايه؟ اسلوب خبري. ناقص له وقيمتها فنية في قوله فغدوت عبد جمالها، ركز معايا، فغدوت، طبعا التاء دي تاء الفاعل مقصود بيها الشخص، فغدوت عبدا، غدوت انت يعني عبدا، يبقى الشاعر شبه الشخص ده لو الشخص ده هو التاء يعني بالعبد عندنا مشبه ومشبه به يبقى طبعا ده اسمه ايه ده اسمه تشبيه بليغ تشبيه تشبيه بليغ يعني مش ينفع مكنيه ولا مجمل ولا تصريحيه خالص هو مشبه ومشبه به يبقى تشبيه بليغ يبقى اجابه دقه تكون أ تشبيه بليغ يوحي بالذل والتبعيه طبعا دي برضو بتاكد على السؤال اللي قلناه من شويه طبعا العبوديه اللي كان مقصود بها فوق مقصود بيها الذل والتبعيه يبقى مذلول للدنيا المغزى الضمني لهذه الابيات ايه هو بقى المغزى اللي نستفيد من الابيات الدعوه لطاعه الاحباب طبعا غلط ما كانش الاحباب خالص ولا الترفيع عن النفس ولا التسرع لإجابة صدقكم بيت تحذير من الاغترار بالدنيا ما تخضرش قوي بالدنيا كده ما تفرحش قوي بالدنيا عشان ما لهاش اي 30 لازمه صلى الله رسول الله عليه الصلاه والسلام ما يمثل صوره ممتده في الابيات غداوت عبده جماليه طبعا الصورة الممتدة يا جماعه قلناها قبل كده وشرحناها في الحلقه بتاعه الصوره المركبه والصوره الممتده قلنا الصوره الممتده يعني المشبه واحد والمشبه به متعدد في اكتر من به اكتر اللي هو ترشيح يعني ترشيح الصوره فهنا قال لك ايه غداوته غدوت عبد جمالها انت بقيت عبد لجمالها فين عندها صوره واحده بس صورت ايه صورت الجمال بانسان ايه بانسان يعبد او باله يعني يعبد وهنا برضو عندها استعارة مكنية يعني عندها تشبيه بليغ قصدي اللي هو صورت الراجل ده بالعبد فين اصلا الصورة عادية مش صورة ممتدة خالص مش هينفع طيب مر الشباب وانت مسلوب انه هنا استعارة مكنية صورت الشباب بانسان يمر بس كده في صورة تانية مش هينفع ان مدفوعا بطيشك هنا برضو مفيش اي صورة اصلا مش هينفع الاجابة الصح تكون جيم لما قال لك ودنا المشيب هنا اول حاجة استعارة مكنية صورت المشيب بانسان يدنو ده رقم واحد مباغتا هنا استعارة مكنية سنة تانية صورت المشيب بانسان يباغت مباغتا لك وناعيا بينعى ناعي يعني يا جماعة الشخص الناعي لو بيكتب النعي لو مثلا بيقول لك يعني البقاء لله لو الراجل بيقول البقاء لله ده ده اسمه ناعي في ناس طالما مكانيه برضه صورت المشيب بانسان ينعي يبقى ركز معايا المشيب واحد اللي هو مشبه صورته باكتر من حاجه بانسان يدنو بانسان يباغت بانسان ينعى ده اسمه صوره ممتده مرشحه ترشيح يبقى دي بس هتكون صوره ممتده الله اكبر عليك ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه دي وازم من حيث الفكره بين البيت الاول في الابيات السابقه وقول ايليا ابو ماضي هشت لك الدنيا فمالك واجما وتبسمت فعلام لا تتبسموا طاف طيب من البيت الاول هو قال لك الدنيا ضحكت لك وانت بقيت عبد ليها فبيحذرك انما هنا ايليا بماضي بيقول لك الدنيا ضحكت لك انت ليه مكشر واجم ان يعني مك... انت ليه مكشر وتبسمت فعلامه لا تتبسم مش عايز تترسم ليه يا حاج اضحك يا عم شويه وريه ضحكتك يا عم اسنانك دي مش عوره بيقول له كده يعني اضحك يا عم وريه اسنانك طيب حلو قوي يبقى هنا بيتكلم عن التفاؤل خلي بالك ماضي بيتكلم عن التفاؤل انما صبري كان بيتكلم عن الحذر بيقول لك يعني خلي بالك دي يعني ممكن تغرك الدنيا دي وحشه الكلام ده كله صبر يحذر من صفاء الدنيا أبو ماضي يدعو لاخذ الحيطه طبعا غلط ابو ماضي مش بيدعو للحيطه خالص ده بيقول لك اضحك يا عم الحاج صبر يسخم العبيد طبعا غلط وابو ماضي يسخم البلهاء غلط خالص صبر يسخم المغرورين وابو ماضي يتعجب من راضين الحياه طبعا ماضي مش بيتعجب الاجابه الصح تكون ب صبر يعد صفاء الدنيا غرورا وابو ماضي يتفائل بصفاء الدنيا بيتفائل بيقول لهم يا جماعه اضحكوا اضحكوا عشان انا متفائل إجابة الصحة به. يبقى الاجابه الصح تكون ب صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم قال احمد الكاشف ارقت ومثلي ارقت يعني يا جماعه الارق اللي هو لما تيجي تنام بالليل ومش عارف تنام ده اسمه ارق اللي هو يعني صعوبه النوم بالليل اللي هو السهر وكده ارقت ومثلي لو تذكر يارق يعني انا ارقت مش عارف انام عشان افتكرت والشخص اللي بيتذكر يعني بيارق برضه اللي هو اللي إيه هو مش بيعرف ينام فهنا الشعب بيقول لك ارقت ومثلي لو تذكر يارق يعني لزي زي لما يفتكر الحاجات اللي بتخليهوش يعرف ينام ما ينام فكاد فؤادي لوعه يتمزق، يعني الفؤاد بتاعي من كتر اللوعه كان هيتمزق، قصده ايه باللوعه؟ قصده الالم، من كتر الالم يعني كان هيتمزق. بول فلا النوم ميسور، النوم مش عارف انامه، ولا الفجر طالع، الفجر مش عايز يطلع حتى من كتر الليل مطول، ولا الصبر مقدور ولا الفكر مطلق. وما اغتال امني غير رفقي بموطني، يعني الحاجه اللي اغتالت امني وضربت امني ايه هو بقى الرفق بتاعي بموطني يعني من الاخر كده انا متضايق عشان الوطن بتاعي انا نفسي ان يعني انا رفيق بيه ان يعني انا ايه خايف على الوطن بتاعي من كتر ما إن انا خايف انا مش عارف انام اصلا وخوفي عليه من نسور تحلق انا خايف عليه من النسور ايه النسور دي قصد الاعداء طبعا قصد الاعداء قصد المحتل وقومي نيام وقومي نيام ما شاء الله يعني القوم بتوعي نايمين البلد كلها نايمه غافلون ولو مشوا على الارض ان انذرتهم لا يصدقوا لما تيجي تقول لهم يا جماعه خلوا بالكم برضه ما بيصدقوش بني الشرق لولا جهلكم وضلالكم وضعفكم ما دان للغرب مشرق يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقول يا بني الشرق بينادي عليهم هنا اسلوب انشاء نوع نداء يا بني الشرق من غير الجهل بتاعكم والضلال والضعف بتاعكم ما كانش الغرب اتحكم فيكم أخاف عليكم حادثا متوقعا يسد عليكم سبلكم ويضيق أنا خايف عليكم جدا بيقول في الآخر إيه أعدوا له حصن الدفاع ليه تحفظوا بينصحهم بقول لهم اعملوا حصن دفاع ليه عشان تحفظوا لتحفظوا حياتكم منه ولا تتفرقوا صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حبيبي يا أحمد يا رسول الله المقصود بكلمة لوعة في البيت الأول، طبعا يا جماعة اللوعة هو أي ألم بيحدث في القلب يعني نتيجة الحسرة، الحزن، الشوق، الحنين، الحب، حاجات كتير قوي على حسب السياق، طبعا الشاعر ما عندوش شوق وحنين خالص، هو عنده ألم وحسرة، الشاعر متألم ومتحسر قوي على اللي حصل للأمة العربية، يعني مش ينفع الشوق والحنين ولا الغيظ والنقمة ولا الفقر والذل، مش ينفع غيظ ونقمة، النقمة دي يعني يا جماعة؟ النقمة دي بتنقم على شخص عشان معاه حاجة يعني مثلا واحد معاه فلوس كده فانت بتنقم عليه النعمة دي يعني تقول هو ليه عنده ومش عندنا دي اسمها نقمة لكن مش فيه الكلام ده الإجابة الصح تبقى ألم وحسر متألم طبعا ومتحسر جدا على اللي بيحصل للوطن بتاعه في الآخر بيقول لك مضاد إيه مضاد كلمة أنذرتهم في البيت الرابع صلى الله عليه الصلاة والسلام مضاد كلمة أنذرتهم طبعا النذير يا جماعة عكس البشير النزيل عكس البشير طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا نذيرا وبشيرا يعني ايه نذيرا وبشيرا النذير الشخص بينزلك يقول لك اوعى تعمل كذا عشان غلط وبشيرا ببشرك يعني بيبشرك اعمل كذا عشان صح يبقى طبعا الاجابه الصح تكون هتكون بشرتهم طبعا انذرتهم عكسها عكسها بشرتهم صلى الله عليه الصلاه والسلام نصلى الله عليه وسلم المقصود بقول الشاعر ولا الفجر طالع وقال الفجر حتى مش عايز يطلع معنى كده ايه معنى كده ان الليل طول قوي عارف اللي هو يا ليل طول شويه على القعده الحلوه دي لكن دي حتى مش قعده حلوه للاسف دي قعده وحشه فالليل <applause> هنا طويل عشان الشاعر مش عارف ينام مش عارف ايه مش عارف ينام زي كان بيبقى عندك امتحان الصبح مش عارف تنام عندك رحله مش عارف تنام ايا كان يعني فالفجر بيطول على طول او يعني ايه الفجر يعني مش عايز يطلع عشان هو الليل طويل يبقى النفور من الصباح لما كاره الصبح طبعا غلط ولا الشوق الفجر ولا شدة الظلام الإجابة الساعة تكون به تطاول الليل الليل طول قوي عشان إيه عشان هو عايزه يخلص المهم صلى الله عليه وسلم نقص بينه في قولية النسور طبعا قلنا النسور مقصود بها إيه مقصود بها الأعداء الوطن حواليه نسور يعني أعداء فصورنا الأعداء بإيه صورنا الأعداء بالنسور الاعداء لهم مشبه والنسور مشبه به حذفنا المشبه وصرحنا بمشبه به اسمها استعاره تصريحيه يبقى الاجابه الصح تكون استعاره تصريحيه نوع المحسن البديعي في البيت الثاني البيت الثاني عم حاجة بيقول لك ايه فلا النوم ميسور ولا الفجر طالع ولا الصبر مقدور ولا الفكر مطلق متقطعين زي بعض 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 ده اسمه ايه ده اسمه حسن التقسيم يبقى الاجابه الصح حسن التقسيم طبعا الازدواج بيجي في الناس اللي بس مش هينفع والطباق كلمتين عكس بعض والتصريح بيجي في البيت الاول بس مش هينفع في قوله بني الشرق في البيت الخامس اجاز بحذف طبعا اصل الجمله يا بني الشرق حذفنا اداه النداء يبقى سؤال مباشر جدا حذف اداه النداء في الشطر الثاني من البيت السادس اتنوب بيعمل حاجه افهمك ركز معي قال لك اخاف عليكم حادثا متوقعا يسد عليكم سبلكم ويضيق طبعا يسد بنفس معنى يضيق هو قال الحادث ده هيسد عليكم الدنيا وهيضيقها يعني يعني بنفس المعنى يسد بنفس معنى يضيق فالاثنين بنفس المعنى يبقى الاجابه الصح تبقى ايه تبقى ترادف يبقى كلمتين من نفس اسمه اطناب بالتردد تكرار ده لو كررنا الكلمه مرتين لو كررنا كلمة مرتين قلت لك مثلا العلم العلم يا ابنائي ده اسمه تكرار تزيل يعني ايه تزيل من الاخر كده يعني حكمه بتيجي في ديل البيت في اخر البيت حكمه بتيجي في اخر البيت او جمله هي بتاكد الجمله اللي قبلها لكن ما كانش فيه الكلام ده اعتراض يعني جمله اعتراضيه اللي بتكون بين شرطتين شرطه كده وشرطه كده يبقى الاجابه بصراحه تكون الترادف الغرض البلاغي مع الامر في البيت الاخير هو قال لك ايه اعدوا له حصن الدفاع بينصحهم نصيحه بيقول لهم يا جماعه اعدوا له حصن الدفاع ابنه بقى حصن دفاعي يبقى طبعا هو بينصحهم يبقى اللي الصح النصح والارشاد طبعا مش هينفع الدعاء الدعاء ده لما تيجي تدعي ربنا تطلب من ربنا لما تقول مثلا اللهم استجب لي استجب لي ده اسلوب انشاء نوع امر غرض الدعاء والوجوب والالزام ده مش هينفع برضه وجوب الإلزام ده لما يكون ربنا سبحانه وتعالى بيؤمر البشر وبيأمر الرسول بحاجه معينه الالتماس يعني ايه يا حاج التماس يعني تطلب من صاحبك حاجه لما تقول صاحبك بس اعطيني كوبا من الماء هات كوبايه ميه انت هنا يعني مش بتامره او امر يعني غرضه الالتماس يعني بتطلب عنده حاجه يعني بيكون بين اثنين متساويين في الرتبه في المكانه في المنزله انت واحد صاحبك وكده دي جابة طبعا تكون هي تكون النصح والارشاد علاقه قوليه تحفظه طبعا اللام دي اسمها لام التعليل هو لك اعدوا لا حسن الدفاع ليه ليه تحفظه عشان تحفظه دي لام التعليل يبقى الاجابه تكون تعليل يقول المتنبي أرق على أرق ومثلي يأرق بول الأرق على أرق يعني دلوقتي عندي أرق على أرق ومثلي يأرق اللي زي ده بيأرق وجوان يزيد وعبرة تترقرق حلو قوي ركز معايا بول أرق على أرق ومثلي يأرق يعني أنا بأرق زي أي حد يا جماعة مش عارف أنام برضو وجوان يزيد إن يعني حب عمال يزيد وعبرة تترقرق يعني إيه؟ يعني في حب جوه قلبي عمال يغلي وفي دموع عمال تنزل من عينيا يعني خلي بالك المتنبي عنده دموع وعنده حزن في القلب عنده الاثنين حاجة حسية يعني وحاجة نفسية إنما أحمد الكاشف بيقول أرقت ومثلي لو تذكر يأرق فكاد فؤادي لو عتن يتمزق لو قرنت منهم هتلاحظ إن المتنبي عنده حاجة نفسية وحاجة حسية من بره إنما أحمد الكاشف كان قلبه بس هو اللي بيوجعه يعني حاجة من جواه بس حاجة نفسية بس صلى الله عليه وسلم المتنبي يفخر بقدرته على تحمل الارق والكشف يتضجر منه طبعا غلط المتنبي مش بيفخر خالص ده بالعكس بيقول ارق على ارق ومثل ارق انا بارق زي اي حد وجو يزيد وعبره تترقق الكشف يتضجر منه ويضيق به فطبعا هتكون هي إيه؟ تكون غلط عشان المتنبي مش بيفخر والمتنبي يتباهى بقهر اسباب الارق والكشف يظهر عجزه عن تحديها طبعا غلط المتنبي اصلا مش بيتباهى بقهره لاسباب الارق بالعكس بيقول انا بتالم من الارق لسه يا جماعه عندي ارق مش بيتباهى ولا حاجه يعني مش هينفع المتنبي بدا بالحزن وسن بالارق وكذلك فعل الكاشف يعني كله كل واحد فيهم بدا بالحزن الاول طبعا غلط ما بداوش بالحزن الاجابه الصح تكون الف المتنبي يعاني من ارق ارهق على المستوى النفسي والحسي زي ما قلنا والكشف عليه يعني من ارق غاص في اعماقه ولم يظهر على السطح اللي هو جوه قلبه بس يبقى الاجابه الصح تكون الف ما يمثل صوره مركبه في الابيات السابقه طبعا الصوره مركبه يعني جمله واحده فيها أكثر من صوره الفكر مطلق طبعا دي جمله عاديه جدا ما فيهاش اصلا صوره مركبه خوفي عليه من نسور تحلق هنا صورت ايه صورت الاعداء بالنسور في عندها استعارة صلحية بس مفيش اي حاجه تانية يا يعني مش هينفع طيب اخاف عليكم حادثا هنا استعراض مكنيه صورنا الحادث ده كانه مثلا وحش مخيف كانه كائن كأن مخيف برضه صورة عادية جدا. <applause> أنت بتفهم إزاي؟ الإجابة الصح تكون جيم. أغتال أمني غير رفقي موطني. ركز معايا. أغتال أمني. استعاره مكنية، صورت الأمن ده كأنه حاجة بتغتال، كأنه شخص بيغتال، كأنه شخص بيتقتل، هنا استعارة مكنية صورت الأمن كأنه إنسان يغتال، ماشي ده رقم واحد، اغتال أمني غير رفقي بموطني، مين اللي اغتاله بقى؟ الرفق بتاع الموطن، يبقى يعني أنا صورت استعارة مكنية تانية صورت الرفق بتاع الموطن، رفقي موطني بشخص يغتال إيه؟ بيغتال الأمن. يبقى ركز هنا صوره الامن كانه انسان بيغتال ومين اللي بيغتاله الرفق في نص كأنه صوره الرفق كانه انسان بيغتال في الصور متركبه في بعض زي ما انت شايف كله داخل في بعض يبقى الاجابه الصح تكون صوره اي صوره مركبه هتكون ج صلى, صلى الله عليه وسلم قال مين قال عبد المحسن الكاظمي قال الاصغى الى الشرق ذو التطراب واستمع مين مين اللي اصغى للشرق وسامع للشرق ذو التتراب التطراب اللي هو ايه اللي هو السماع اللي هو يعني الشخص اللي بيحب الطرب وكده زدت تراب واستمع كان بلبله في روضه سجع كان البلبل بتاعه البلبل اللي هو ايه اللي هو العصافير يعني كان العصافير بتاعته في الروض بتاعته الروض اللي هو ايه اللي هو الجنه اللي هو الزرع الحديقه يعني سجع سجع قاعده يعني تغني المهم بيقول بعد كده لله جمعية للشرق جامعة شتات عزم لغير الشرق ما جمع بيتكلم هنا عن الايه؟ عن الجامعة الإسلامية بيتكلم عن الجامعة بيقول لله جمعية للشرق جامعة الجمعية دي بتجمع الشرق تجمع ايه؟ تجمع شتات العزم لغير الشرق ما جمع بيقول في الآخر لا الدين فيها مرموق تعصبه ما فيش عندها تعصب ديني ولا السياسة لاقت عندها نجعة يعني ما فيش ميل ناحية سياسه معينه لا احنا هنا ناس بنحب العدل ما مش بنميل ناحيه اي حاجه معينه تسدي النصيحه لا تبغي بها ثمنا وتمنح الود لا خوفا ولا طمعا يعني احنا بندي النصيحه من غير ما ناخد بيها فلوس مغير من غير ما ناخد فلوس خالص وتمنح الود بتدي الود للناس والحنان للناس لا خوفا ولا طمعا كانما الشرق جسم كان الشرق ده عباره عن جسم والشعوب به اعضاء ان بايعت لا تنقض البيعه صلى الله عليه وسلم مؤلف كلمة تعصب في البيت الثالث، لو ركزت معاك لك وفيها مرموق ممكن تعصبه، تعصبه، تعصب الديني، طبعا تعصب الديني هو التشدد الديني، طبعا سؤال مباشر الإجابة الصح تبقى تشدد. العبارة توحى بالعطاء بلا مقابل، يعني في عبارة من دول تدل على العطاء من غير مقابل، من غير ما تاخد أي حاجة. لغير الشرق ما جمع، طبعا مالهاش أي علاقة أصلا بالعطاء. لله جمعية للشرق، برضه ما أي علاقة بالعطاء. لا تنقض البيعة، برضه مالهاش أي علاقة بالعطاء، الإجابة الصح تكون به. تسدي النصيحة لا تبغي بها ثمن يعني بتدي النصيحة وانت مش بتاخد عليها اي ثمن مش بتاخد عليها اي مقابل يبقى الاجابة الصح تكون به التركيب الذي يمثل استعارة مكنية الشرق طبعا الشرق كلمة عادية جدا مش هينفع تمنح الود الشعوب أعضاء الشرق جسم طبعا الشرق جسم ده تشبيه بليغ يعني مش هينفع برضو الشعوب به أعضاء يعني صورت الشعوب بالأعضاء برضو تشبيه بليغ مش هينفع الإجابة صدقكم جيم تمنح الود صورت الود كأنه إيه؟ كأنه شيء يمنح كأنه مال يمنح فين المال حذفته لكن سبت صفة المصفات للمنح المنح يبقى الإجابة الصح استعارة مكنية ما تصلى الله يا بنات صلى الله عليه الصلاة والسلام حبيبي <applause> يا أحمد يا رسول الله نوع البيان في قوله كأنما الشرق جسم كأنما الشرق جسم طبعا شبهت إيه شبهت الشرق بالجسم حلو قوي لكن عندك كأن عندك أداة تشبيه يبقى يعني عندك مشابه ومشبه بيه وأداة إيه وأداة تشبيه التلاتة مع بعض اسمه تشبيه مجمل يبقى الإجابة الصح تبقى إيه تبقى تشبيه مجمل القيمة الفنية العطف تمنح على تسدي العطف إيه عطف تمنح على تسدي طبعا يمنح الشيء يعني يسدي الشيء اتنين بنفس المعنى كلمتين بنفس المعنى فالشاعر لما عطفهم على بعض ده طبعا عطفهم ليه عطفهم للتوكيد زي مثلا بقول لك ايه يلهو ويلعب ما الاثنين بنفس المعنى انا جبتهم عشان ااكد على الفكره بتاعتي يبقى لو الكلمتين اللي عندك بنفس المعنى اعرف ان العطف هنا في الغالب بيكون غرضه التوكيد يبقى الاجابه الصح تكون التوكيد اللون البديعي في البيت الثاني نوعه ايه طبعا البيت الثاني قال لك لله جمعيه للشرقي جامعه شتات عزم لغير الشرق ما جمعة. طيب لك جامعة وما جمعة الاثنين عكس بعض بالنفي ده اسمه طباق سلب يبقى الإجابة تكون طباق سلب زي مثلا أقول لك إيه ذاكر ولا تذاكر كده يعلم ولا يعلم جامعة وما جمعة الاثنين عكس بعض بالنفي يبقى الإجابة طباق سلب علاقة جملة لا تنقض البيعة في البيت الخامس ما قبلها قال لك إيه كأنما الشرق جسم والشعوب به أعضاء إن بايعت لا تنقض البيعة ركز معايا إن أداة شرط بايعت ده فعل الشرط فين جواب الشرط لا تنقض البيعة اعرف على طول قاعدة كده جواب الشرط بيكون نتيجة لما قبله على طول خليك برنس جواب الشرط على طول بيكون نتيجة لما قبله يبقى الإجابة الصح تكون يتكون نتيجة يدعو الشائع نبذ التعصب الديني والتحزب السياسي في انهي بيت التاني ولا التالت ولا الرابع ولا الخامس طبعا هتدور في الابيات على البيت كان فيه تعصب ديني وتحزب سياسي الكلام ده كان موجود عندنا فين يا يعني عم الحاج صلى الله عليه الصلاه والسلام قال لك في البيت الثالث لا فيها مرموق تعصبه ولا السياسة لا قطع عندها نجعة يبقى إيه اللي جاب البيت ايه البيت الثالث حلو قوي نصلي بقى على حبيبنا وقدوتنا واسوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عوام التجديد ان تميز البرود زارت في الابيات التفات لقضايا العصر سعة الثقافة اهتمام بالتجارب الذاتية ارتباط بالصحافة ونصلي على رسول الله عليه الصلاة وسلم. هنا ما كانش عندنا خالص ارتباط بالصحافه، ما كانش في كلمه صحافه خالص، ما كانش عندنا سعه الثقافه دي خالص، وما كانش عندنا تجارب ذاتيه، تجارب ذاتيه لما الشيء بيتكلم عن تجربه خاصه بيه، ما كانش فيه الكلام ده. <applause> الاجابه الصح تكون الف، الالتفات الى قضايا العصر. بيتكلم عن قضيه تشغل العصر، تشغل الامه كلها، يبقى الاجابه الصح تكون الف. من سمات المدرسه الكلاسيكيه ظهرت في الابيات البدء بالتصريع، خطاب الصاحبين، كثره الحكم، البدء بالغزل. ما كانش فيه غزل، ما كانش فيه حب، ولا كان فيه حكم كتير. ولا في خطاب الصاحبين خطاب الصاحبين تقول قفا اسالا اعلاما بتكلم اثنين ما كانش في الكلام ده الاجابه الصح تكون البدء بالتصريع كان في تصريع طبعا لما قال استمع سجع كان في تصريع في البيت الاول بعدها قال احمد محرم بول مصر الحياه مصر دي هي الحياه لكل ذي شغف جرى في العاشقين فطاح في المضمار طبعا البيت صعب شويه بصراحه نعترف يعني البيت صعب لو انت قريته ما فهمتش في الاول طبيعي شيء طبيعي جدا مع الوقت هتتحسن ما تخافش قال لك مصر الحياة مصر دي عبارة عن الحياة لكل ذي شغف يعني مصر دي الحياة لكل واحد عنده شغف لكل ذي شغف ماله بقى جرى في العاشقين للشغف ده اللي هو بيجري في العاشقين من كتر ما هو بيجري من كتر ما هو سريع في العاشقين طاح في المضمار طاح يعني طاح يعني وقع سقط طاح في المضمار المضمار ده اللي هو ايه اللي هو حلبة السباق عارفينها اللي هو حاجة دايرة كده بتكون ايه بيكون فيها سباق لو هو يعني كده وفي مدرجات هنا والناس بتقعد تتفرج وهنا جواها بقى في ايه بقى في سباق على فيلم كرتون برق بنزين اللي هو كان اسمه كارز بالانجليزي هو ده اللي هو كان فيه ايه سباق وعربيات بتجري والكلام ده كله المهم ايا كان ده اسمه ايه ده اسمه طاحة في المضمار وقع في المضمار يعني من كتر الحب من كتر عشقه لمصر المهم بيقول اني لا اعلم والمحبه محنه خلي بالك خلي بالك ان دي اسمها جمله اعتراضيه اسمها جمله اعتراضيه بيقول لك اني لأعلم والمحبه محنه خلي بالك انا يعني بينبهك بيقول لك بس خلي بالك ان المحبه دي عباره عن محنه أن النفوس لمن تحب عواري يعني النفوس لمن تحب عواري يعني تعري يعني النفس من الآخر كده تعطي عواري المقصود بها هنا إيه المقصود بها هنا معطية ذات عطاء بتعطي يعني لك إني لأعلم أن النفوس لمن تحب عواري يعني النفس لما تحب حاجة بتديها كتير قوي أنت دلوقتي لو حبيت حاجة معينة هتعطيها كل ما عندك عشان أنت بتحبها بس إن الفقير إلى الحياة لمن يرى ان الحياه بثروه وعقار الفقير بجد هو اللي فاكر ان الحياه دي بالثروه بالعقارات لا الكلام ده غلط بيقول المال للرجل الكريم زرائع المال للرجل الكريم الشخص الكريم اللي معاه فلوس المال بالنسبه له زرائع زرائع يعني ايه زرائع من الاخر كده يعني وسائل وسائل يعني الزراعة مش معناها ازرع لا مقصود بها وسائل وسيله يعني وسيله يبغي بهن جلائل الاخطار جلائل الاخطار يعني إيه؟ يعني المخاطر الجليله العظيمه اللي يعني هو المجد القمه الشرف العلو السمو الكلام ده كله والناس شتى ناس مختلفه في الخلال في الاخلاق وخيرهم من كان ذا فضل وذا ايثار افضل واحد فيهم اللي عنده فضل واللي عنده ايثار عنده عطاء كرم والناس بين محقرين اصاغر ومعظمين من الرجال كبار والمرء في الدنيا العريضه سعيه فبداري للسعي الجميل بداري بيقول المرء في الدنيا العريضة سعيه يعني المرء في الدنيا دي بالسعي بتاعه فبيقول لك في الاخر ايه فبداري بداري يعني يا جماعة بداري ده اسم فعل امر معنى ابتدر ابتدر يعني يعني قوم يعني قوم وقف يعني قوم اجتهد اعمل اي حاجة فبيقول لك بداري يعني ابتدر يعني قوم اشتغل فبداري للسعي الجميلي بداري والمرء ان طلب الامور بهمه لم يعيه مش هيتعبه يعني وطر من الاوطار مفيش فيش اي حاجه هتتعبوا. صلى الله عليه الصلاه والسلام مرادف في كلمه زرائع في البيت الرابع طبعا زرائع قلت كان يعني وسائل يبقى طبعا مش ينفع فضائل ولا منازل ولا ايادي الاجابه الصح تكون وسائل المال ده وسيله البيت الذي يوازن فيه الشاعر بين الناس كان في بيت الشاعر فيه كان بيقارن بين الناس البيت الرابع ولا الخامس ولا السابع ولا الثامن؟ طبعا لو قريت الابيات دي الرابع والخامس والسابع والثامن الاجابه اضاقت ليا في البيت الخامس لما قال لك والناس شتى في الخلال الناس مختلفه في الخلال في الاخلاق وخيرهم من من كان ذا فضل وذا ايثار يبقى هو طبعا هي كان بيوازن بين ايه؟ كان بيوازن بين الناس يبقى الاجابه اللي تكون ايه يا الاجابه البيت الخامس صلى الله <applause> عليه الصلاه والسلام ناقص اسلوب في قوله بداري للسعي الجميل بداري طبعا استخدم ايه؟ استخدم اسم فعل امر وقلت قبل كده ان الاسلوب الانشائي عندنا الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء دي اسمها اساليب انشائيه طلبيه منها ايه منها الامر قلنا الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء والامر ساعات بيجي على هيئه ايه على هيئه المفعول المطلق ساعات بيجي هيئه فعل امر وساعات بيجي على هيئه اسم فعل امر بالشكل ده يبقى اسم فعل امر يعني كانه فعل امر عادي جدا يبقى ده طبعا ده اسلوب ايه ده اسلوب انشائي طلبي عادي جدا يبقى الاجابه بسيطه اسلوب انشائي طلبي صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام والسلام نوع الصورة بينها في قوله المحبة محنة طبعا المحبة صورناها بالمحنة تشبيه بليغ في البيت الثاني اطنب الاعتراض افاد ايه يا عم الحاج طبعا قلنا يا جماعه واحد بنشرح كان في اطناب اعتراض غرضه التنبيه قال لك اني لا اعلم والمحبه محنه يعني انا بينبهك بس بينبهك يعني ان ايه ان المحبه دي محنه هنا يعني كان بينبهك يبقى طبعا الاجابه الصح يبقى التنبيه والاحتراس طبعا مش هينفع التعظيم مش بيعظم خالص هنا المحبه ومش شك خالص ما كانش في شك وما كانش في تهديد الاجابه الصح التنبيه فطاح في المضمار. البيت الاول كنايه عن يعني ايه؟ الضعف، الجبن، الفوز، التضحيه. صح السؤال ده اختلف فيه ناس كتير جدا، انا اقول لك الاجابه يعني الادق من وجهه نظري، الاجابه الادق هتكون التضحيه، ليه التضحيه؟ هو قال لك ايه يا عم الحاج؟ مصر الحياه لكل ذي شغف جرى في العاشقين، مصر دي الحياه لكل واحد عنده شغف والشغف ده كان يجري في العاشقين، من كتر السرعه بتاعته طاح في المضمار، يعني من كتر السرعه بتاعته ضحى بنفسه ووقع وسقط في المضمار. طبعا قصده ايه من كتر السرعه بتاعت الشغف يعني قصده من عنفوان الشغف من كتر العنف بتاعه فطبعا طاح في المضمار هنا دي كنايه عن التضحيه الاجابه ادق الكنايه عن التضحيه مش ينفع الفوز هنا مش بيتكلم عن الفوز خالص هنا مفيش فوز في حاجه معينه مش ينفع الفوز ومش ينفع الجبن ولا الضعف ده كله مش اي علاقه اصلا بالسياق الكلام لكن التضحيه تنفع ان هو ضحى يعني بحياته او ضحى بكل السرعه دي يعني من اجل ايه من اجل حبه لوطنه مصر فدي الوحيده اللي تنفع هو الصراحة البيت نفسه غامض جدا وصعب يعني عشان كده لو انت غلطت فيه عادي ما تتخضش البيت نفسه صعب هو هنا بس بيدربك على الحاجات الصعبه والامتحان ان شاء الله بتيجي حاجات اخف من كده بكتير. علاقه قوليه لم يعيه وطن من الاوطار البيت الاخير ما قبله تاكيد تفصيل ولا توضيح ولا نتيجه. قال لك ايه يا من الحاج؟ والمرء ان طلب الامور بهمه لم يعيه وطن من الاوطار. طبعا ان اداه شرط يعيه ده فعل الشرط والجمله دي جواب جواب الشرط وتيجي كده جواب الشرط بيكون نتيجه لما قبله يبقى الجواب الصح تكون نتيجه لما قبله. من سمات المدرسه الكلاسيكيه التي تحققت في الابيات كسرت الحكم الاهتمام بالتجارب الذاتيه ارتباط بالصحافه البدء بالغزل ما كانش في صحافه ما كانش في حب ما كانش في تجارب ذاتيه <applause> الاجابة جايه بصاله أية تبقى كثره الحكم كان في حكم كتير جدا كانت موجوده عندنا في الابيات طبعا كان هنتكلم عن الفلوس والكرم والكلام ده كله فكان في حكم كتير المعنى الحقيقي للمال <applause> كما يفهم من البيت الرابع لو ركزت معايا على حاجه في البيت الرابع قال لك ايه المال للرجل الكريم زرائع. يبغي بهن جلائل الاخطار يعني الماء ده وسيله الشخص الكويس بيبغي بالمال ده جلائل الاخطار يعني بيوصل للمجد للسمو للعمو للعلو للشرف الكلام ده كله يبقى الاكتفاء عن سؤال الناس ما يسالش الناس طبعا غلط ما ذكرش الكلام ده كسرة الاملاك برده غلط حسن الثناء ما كلمش عن الثناء خالص الثناء ده اللي هو الناس بتشكره وكده برده غلط اللي جه جيم الوصول لبناء المجد هو ده اللي ذاكره عندنا الوصول لبناء المجد هو يبني المجد عن طريق المال هو عباره عن زريعة عباره عن وسيله صلى الله عليه الصلاة والسلام حبيبي يا أحمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بقول لك الجملة التي تدل على العطاء القائم على الحب في جملة من دول تدل على العطاء اللي بيقوم على الحب يرى أن الحياة بثروة وعقار طبعا دي مالهاش علاقة أصلا بالحب خيرهم من كان ذا فضل وذا إيثار برضه ما ذكرش هنا الحب مش هينفع بداري للسعي الجميل برضه ما فيهاش الإجابة الصح تكون به النفوس لمن تحب عواري يعني النفوس تعطي من تحب هنا يعني ذكر الحب والعطاء مع بعض يبقى الاجابه الصح تكون به البيت الذي يتفق مع قول البارودي فبتدر مسعاك واعلم ان من بادر الصيد مع الفجر قنص لو قال لك بادر فبتدر كل الكلام ده يا يعني عم الحاج تكرر معانا واتذكر عندنا في البيت البيت السابع لما قال لك فبداري للسعي الجميل بداري صلى الله عليه وسلم قال حافظ ابراهيم من لي بتربيه النساء لما اقول لك من لي يعني ايه يعني هو مين يا جماعه يقوم لي ويعمل لي كده اللي لك يا جماعه من لي بشرح هذا الدرس يعني مين يا جماعه راجل ويجي يشرح الدرس ده انت كده بتحسهم تقول لهم يلا يا جماعه مين هنا يقوم قال من لي بتربيه النساء يعني مين يا جماعه يقوم يعلم النساء من لي بتربيه النساء فانها ايه فانها في الشرق عله ذلك الاخفاق يعني عدم تربيه النساء هو ده الاخفاق في الشرق يعني من الاخر كده قصده اللي احنا فيه في الشرق ده من فساد وتعب واهمال وفقر والكلام ده كله بسبب ايه؟ بسبب اخفاقنا في تربيه النساء ان احنا مش بنربي النساء كويس ومش بنربي البنات كويس مش بنعلمهم كويس، طبعا الكلام ده قبل يعني البنات ما يدخلوا في التدريس والتعليم يعني والكلام ده كله اللي قبل ما نعلم البنات. الأم مدرسة، الأم دي مدرسة، إذا إيه أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم دي مدرسة لو علمتها هتطلع جيل كامل متعلم، الأم روض، الأم جنة، أنت عهده الحياة الجنة دي عاملة زي إيه؟ عامله زي المكان اللي جواه شجر كتير الحياة اللي هو المطر انت عهده المطر او المطر نزل عليها يعني بالري أوراق ايما اراقه طلع ورق لكن ورق جميل جدا يعني هتطلع زرع وريحه جميله جدا انا لا اقول دعوا النساء سوافرا مش بقول سيبهم في الشارع كده بين الرجاله من غير حجاب لا مش بقول كده ولا ادعوكم ان تسرفوا في الحجب والتضييق والارهاق مش بقول برضو احبسوهم في البيت تتشكل الازمان في ادوارها دولا وهن على الجمود بواقي يعني احنا الدول كلها ما تتقدم واحنا قاعدين في مكاننا في الاخر بيقول فتوسطوا في الحالتين يا خليكم متوسطين يا جماعه لا انتوا شادين عليهم انتوا فاتحين الدنيا على البحر يا خليكم متوسطين كده فتوسطوا في الحالتين وانصفوا فالشر في التقييد والاطلاق صلى الله عليه الصلاه والسلام معنى كلمه الحياه في البيت الثالث طبعا الحياه المقصود بيه المطر اللي هو بيسقي إيه بيسقي إيه الزرع يبقى الاجابه الصح تكون المطر البيت الذي يؤكد على الدور المهم للمرأة الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس طبعا بين أو في البيت الثاني قال الأم مدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب الأعراق يبقى هنا أصلا ده الدور المهم إنها ليها دور كبير جدا أو هي أصلا الدور المهم في التعليم يبقى الإجابة الصح تكون الثاني البيت الذي يستمل على صورة ممتدة طبعا صورة ممتدة قلت يعني مشبه واحد والمشبه به متعدد حلو الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع طبعا الأول ما كانش فيه والتاني نفس الكلام والرابع ما كانش فيه لكن الإجابة أدق هتبقى التالت لو ركزت معايا قال لك الأم روض شبهنا الأم بيعمل حاجة شبهنا الأم بالروض الأم روض حلو بعدها بقى قعد يكتر من المشابه الأم روض انت تعهده الحياة بالري أورق أيما إراقي يبقى شبهت إيه شبهت الأم بالروض مش كده بس ما سكتش لا قال لك الروض ده ينزل عليه المطر ومش كده بس قال لك أول ما ينزل المطر يورق بيطلع ورق جميل ورق ايه ما كانش فيه زيه قبل كده لم يسبق له مثيل يبقى لو ركزت المشبه واحد والمشبه به متعدد عمال يكتر من صفات المشبه به عمال يمط في صفات المشبه به دي اسمها صوره ممتده يبقى الاجابه ببساطه البيت الثالث في البيت الاول استفهام غرضه ايه؟ لما قال لك من لي بتربيه النساء؟ مين يا جماعه يقوم يعلم النساء يا جماعه عشان نخلص من اللي احنا فيه ده؟ يبقى طبعا هي بيحث الناس بيشجع الناس اللي جاب الجيم الحس والتشجيع. نوع المحسن المالي في البيت السادس جناس تام طباق حسن تقسيم البيت السادس قال لك ايه تتشكل الازمان في ادوارها دولا وهن على الجمود بواقي طبعا تتشكل عكس الجمود تتشكل يعني تتجدد انما الجمود يعني حاجه جامده مش بتتحرك الاجابه الصح تبقى طباق وحتى لو انت مش عارف هتستبعدها يعني التصريع ما بيجيش البيت السادس يجي إيه البيت الاول الجناس التامع كان بالضبط ما كانش فيه كلمتين زي بعض بالضبط وما كانش فيه حسن تقسيم لو تقطيع البيت تقطيع متساوي يبقى الاجابه الصح تبقى ايه تبقى طباق نقصر بينه في القولية الأم روض طبعا تشبيه بليغ شبهنا الأم بالروض يبقى تشبيه بليغ علاقة الشطر الثاني بالأول في البيت الأخير لما لك كيف في الحالتين وأنصفوا ليه فالشر في التقييد والإطلاق لأن الشر في التقييد والإطلاق عشان إيه؟ عشان الشر في التقييد والإطلاق يبقى جملة عشان دي بتعلل الجملة اللي قبلها يبقى وأنت مغمض تعليل يبقى دي وصعت تبقى التعليل يدعو الشاعر في البيت الأخير إلى التشدد في معاملة النساء طبعا غلط التساهل والتقصير في التربيه برضه غلط الاهمال برضو غلط سؤال مباشر الاجابه الصح تبقى جيم الاعتدال والاتزان الجمله التي تصلح لان تكون حكمه جمله من دول فيها حكمه انها عله ذلك الاخفاق الست يعني هي هي السبب الفساد اللي احنا فيه ان احنا مش عارفين نربيها وكده طبعا دي مش حاجه مخلط. مش هينفع لا تصرفوا في الحجب طبعا جمله عاديه ما فيهاش حاجه الشرق في الشر في التقييد والاطلاق برضه غلط الاجابه الصح تكون د الام روض انت تعهده الحياه الام دي يا جماعه جنه لو انت عرفت تمسكها كويس عرفت يعني تربيها كويس هتورق وهتطلع حاجات جميله جدا طبعا دي عباره عن حكم ممكن تقولها في موضوع تعبير ممكن تقول لك الام روض ان تعهده الحياه بالري اورق ايما اراقي طبعا هنا بتمدح الام زي الام مدرسه اذا اعددتها دي عباره عن حكمه دي كلها بقت اصلا حكم بعد كده يبقى الاجابه بس تكون هي هتكون دال أه صلى <applause> الله عليه الصلاه والسلام من عوامل التجديد عن تلاميذ البرود تجلت في الابيات الارتباط بقضايا العصر انفتاح الثقافه الغربيه احساس بتقنيه الشخصيه يمنع على عظمه الامه العربيه هنا يعني طبعا ما فيش اي حاجه تدل على الثقافه الغربيه هنا بيتكلم عادي جدا عن الستات يا يعني مش هينفع ما فيش استقلال الشخصيه استقلال الشخصيه لما الشاعر بيستقل بنفسه وبيتكلم عن الثوره والكلام ده كله ما كانش فيه الكلام ده ما كانش فيه الامه العربيه الاجابه الصح تكون ألف الارتباط بقضايا العصر بين او طبعا مشكله ايه مشكله النساء العاطفه المسيطره على الشاعر في الابيات السابقه السخط على المراه طبعا غلط حب الوطن طبعا غلط حب العمل طبعا غلط الاجابه بتاعتكم به تقدير المراه والتاكيد على دورها صلى رسول الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم وقت حبيبي يا احمد يا رسول الله قال محمود غنيم متحدثا عن سفينه الفضاء ابولو كان بيتكلم عن سفينه الفضاء ابولو بيقول لي يهنك يا ابولو الانتصار يعني مبروك يا ابولو الانتصار بربك كيف طرت بهم وطار بيتكلم عن سفينه الفضاء بيقول ازاي طارت بهم كيف طرت بهم وطاروا وكيف حملت ركبك في سلام فقر بهم على القمر القرار ازاي شلت الركب بتاعك الناس اللي معاك في سلام لحد ما استقرتوا على القمر وكنا نحسب الافلاك خلقا كنا بنحسب الافلاك دي خلق غريب لا يزور ولا يزار ما فش حد يزوره سيحملنا الاسير مع اسير مقصود به الفضاء والهوى يعني سيحملنا الاسير الى الدراري للكواكب كما حملت اوالينا المهار يعني احنا هنطلع للكواكب زي ايام زي اجدادنا ما كان ايه كانوا بيركبوا الخيل، الفرس، الحصان، ومجد لا يفوز به سوى من له دأب عليه واصطبار، ولا يحظى بنيل المجد قوم إذا لاقتهم العقبات خار، يعني مفيش حد بينال المجد غير الناس القوية الشديدة اللي بتعافر، ومهر المجد إن تخطبه غال، يعني المجد عشان تخطبه لازم تدفع فلوس كتير، مهر غالي، وبعض المهر موت واحتضار، وقبل النجح إخفاق وثانية، قبل ما تنجح لازم هتخفق، لازم هتفشل كتير واول مشية الطفل العسال يعني الطفل اول ما يمشي مش بيمشي على طول لازم يقعد يتعثر ويقع كتير لحد ما يقدر يمشي صح صلى الله عليه الصلاه والسلام المقصود بالدراري طبعا ده قلت لك اصول الكواكب هنروح للدراري يعني الكواكب طبعا مش الجواهر ولا المنازل ولا الامجاد الاجابه الصح تكون تكون الكواكب كيف طرت بهم وطاروا هو انت ازاي طرت بيهم وازاي طاروا طبعا الاسلوب انشائي نوعه ايه نوع استفهام يبقى طبعا قلت لك قبل كده الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء دي اساليب انشائيه طلبيه يبقى الاجابه الصح تكون انشائي انشائي طلبي هلا بقول لك نوع المحسن البديع في البيت الاخير قال لك وقبل النجح اخفاق وثاني طبعا النجاح عكس الاخفاق الفشل يعني الاثنين ايه الاثنين عكس بعض النجاح عكس الاخفاق الاثنين عكس بعض ده اسمه طباق يبقى الاجابه الصح تكون طباق طبعا مش هينفع حسن تقسيم البيت مش قطع زي بعض ومش هينفع تصريع تسبيق البيت الاول مش البيت الاخير ومش ينفع جناسه مفيش كلمتين شبه بعض يبقى الاجابه الصح تبقى تبقى طباق نوع الصورة البيانية في قوله تخطبه ركز معايا لما يقول لك نوع الصورة البيانية في حاجة وجيب لك فيها ضمير رجع الضمير لأصله كان بيتكلم عن المجد قال لك ومهر المجد إن تخطبه تخطب المجد يعني يبقى اكتبها كده تخطب إيه تخطب المجد حلو قوي يبقى تخطبه دي يعني تخطب المجد حلو قوي لما بقت تخطب المجد ايه تخطب المجد؟ تتجوز المجد في ناس مكنيه صورت ايه؟ صورت المجد بفتاه تخطب صورته ايه صورت فتاة تخطب حلوة او ماشي ماشي خط وحش المهم فينا فتاة حذفناه لكن سابين صفة من صفاتها اللي هي تخطب ده اسمه استعارة مكنية يبقى وانت مغمض الاجابة الصح استعارة ايه استعارة مكنية استعارة مكنية مكني بيكون فيه مشبه ومشبه به بنحذف المشبه به لكن بنسيب صفة من صفاته نوع تشبيه في البيت الاخير ايه ركز معي قال وقبل النجح اخفاق وثان واول مشية الطفل العسار يعني قبل النجاح لازم هتخفق وخلي بالك اول مشية الطفل بتكون إيه؟ بتكون العثار. يبقى أنت يا شبهت إيه بإيه؟ شبهت النجاح. شبهت يعني اه أنا النجاح يسبقه إيه؟ شبهت اه حالة النجاح وهو يسبقه الإخفاق بحالة الطفل الصغير وهو يسبقه إيه؟ مش الطفل الصغير وهو تسبقه إيه؟ تسبقه التعثر أو العثار. يا يعني اخي كده بتقول النجاح بيسبقه الإخفاق. نفس الكلام مشة الطفل بيسبقها العثار التعثر اللي هو بيقع كتير. يبقى ايه شبهت حاله بحاله ده اسمه ايه يا محمد هتتلخبط هتقول يا اما تشبيه تمثيلي يا اما تشبيه ضمني قلت لك قبل كده اتنين زي بعض الفرق الوحيد ما بينهم ان مفيش اداه تشبيه في التشبيه الضمني لو لقيت اداه تشبيه اعرف ان هو تشبيه تمثيلي انما مفيش هنا زي ما هنا مفيش هنا خالص اداه تشبيه يبقى ده تشبيه ضمني وانت مغمض يبقى الاجابه الصح تشبيه تشبيه ضمني تشبيه ايه تشبيه ضمني إيه؟ صلى الله عليه الصلاه والتشبيه تشبيه من الاخر كده بيكون الشطر الثاني عباره عن حكمه بالشكل ده بتاكد ايه بتاكد الشطر اللي قبلها ومش بيكون في اي اداه تشبيه بتفهم مضمون الكلام عشان كده سميناه تشبيه إيه تشبيه ضمني يبقى الاجابه الصح تشبيه ضمني مش تمثيلي طبعا تمثيلي لو كان في اداه تشبيه كنت اقول تمثيلي طيب صلى الله عليه وسلم فقرر بهم على القمر القرار علاقتها ايه باللي قبلها ركز معايا قالك وكيف حملت ركبك في سلام يعني انت شلت الركب بتاعك الناس راكبين عليك يعني في سلام فقر بهم على القمر قرر ايه النتيجه بقى استقروا على الامر لما شلتهم النتيجه إيه استقروا على الامر طبعا دي نتيجه لما قبلها يبقى الاجابه الصح نتيجه البيت الذي يحتوي على تشبيه الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع لو ركزت معايا من الحج البيت الاول والثاني والثالث كان فيهم تشبيه خالص لكن الرابع فيه تشبيه قالك سيحملنا الاسير الى الدراري كما حملت اوالينا المهار يبقى كما الكاف طبعا التشبيه يبقى الاجابه الصح تكون هي تكون الرابع صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام العباره التي توحي بعظمه التضحيه انهي بقى واحده فيهم نشوف صلى الله عليه وسلم فقال بهم القراء ان يستقروا طبعا ما علاقه بالتضحيه له دأب عليه واصطبار يعني بيصبر عليه برضه ما علاقه لاقتهم العقبات بيقابلوا عقبات برضه ما علاقه الاجابه صوتكم ج بعض المهر موت واحتضار يعني عشان توصل للمجد ساعات ممكن تموت وممكن تحتضر عشان توصل يبقى الاجابه الصح تكون هي تكون ج العباره اللي بالحيره والاندهاش في عباره كده فيها حيره اني واحده غريبا لا يزور ولا يزار يعني حاجه غريبه ما ينفعش نزورها اصلا ولا يتزار طبعا ده غلط دي جمله عاديه جدا الشيء هنا مندهش اه لكن ما كانش فيه حيره هنا يعني هو بيقول وكنا نحسب الافلاك خلقا غريبا لا يزور ولا يزار نحسب الافلاك دي خلق غريب ما ينفعش نزوره ولا ايه ولا حتى حد منهم يزورنا يعني فطبعا دي مالهاش علاقه بالحيره خالص ايه مش هينفع مهر المجد غال طبعا برضو مالهاش علاقه بالحيره يحظى بنيل المجد برضو مالهاش علاقه الاجابه الصح هتكون الف كيف طرت بهم وطاروا ازاي انت طرت وازاي هم طاروا معاك وازاي طلعتوا على كوكب تاني يبقى هي دي الاجابه الصح يبقى بربك كيف طرت بهم وطاروا اسلوب انشاء هنا استفهام غرض الحيره والاندهاش شعر مندهش متعجب محتار بيقول ازاي رحتوا بره الكوكب أو ورحتوا ايه رحتوا وطرتوا لحد ما استقريتوا على ايه على القمر صلى الله عليه الصلاه من مزار التجديد ان تميز برود الدجاجات في الابيات وصف منجزات العصر بتجارب الذاتيه إز... صحافه جماهير طبعا ما فيه جماهير خالص ولا صحافه ولا تجارب ذاتيه، تجارب ذاتيه عن شخصيه ذاتيه للشاعر، ما كانش فيه الكلام ده، الاجابه بس تكون الف، وصف منجزات العصر بيتكلم عن سفينه الفضاء. صلى الله عليه وسلم، من سميت المدرسه كتير تمثلت الابيات، الاهتمام بمشاعر المناسبات، غلبه الجانب العاطفي، الوحده العضويه، وحده الوزن والقافيه، صلى الله عليه الصلاه والسلام حبيبي يا احمد يا رسول الله. هنا السؤال ده غلطه من كتاب الامتحان، غلطه اه غلطه، ليه؟ هنا في اجابتين ينفعوا، اقول لك إيه. غلبت الجانب العاطفي طبعا مش موجوده خالص ما كانش في الجانب العاطفي هنا الشعر كان بيتكلم عادي غالب الجانب العاطفي دي بيكون مدرسه المدرسه كلاس... الرومانتيكيه مش هنا والوحده العضويه <applause> مالها من حاجه واحد عضوي لما الشعر يقعد يتكلم في أبد كلها عن موضوع واحد لكن الشعر قاعد يتنقل بين مواضيع كتير جدا يعني مش هينفع قاعد يتكلم عن المجد كل شويه ويرجع تاني لابولو وبعدها يتكلم عن المجد والكلام ده كله والنجاح وكده فمش يعني شايف واحد عضوية الاجابه ب أ او جيم رقم واحد ألف صح ليه تمام عشان المناسبات طبعا ده شعر المناسبات هنا إيه بيتكلم عن مناسبه بيتكلم عن ايه عن ابولو بيحتفل بسفينه الفضاء ابولو فده طبعا ده شعر المناسبات شعر المناسبات يعني اي حاجه يا جماعه بتحصل في الزمن بتاعهم بيتكلموا عنها آه، انت الملك فاروق مش عارف مين انت حر مش عارف مين فوز مش عارف مين خسرت مين ده اسمه شعر المناسبات وحده الوزن والقافيه طبعا صح عشان القصيده كلها كان فيها وحده الوزن والقافيه يبقى إيه الاجابه الصح هتكون ا وج ودي غلطه من الكتاب صلى الله عليه الصلاه والسلام قال معروف الرصافي فدعني والفخار بمجد قوم. يعني سيبني خالص بقى وسيبك من الفخر اللي ايه بنقعد نفتخر بامجاد القوم القدام، طبعا الناس دي عظيمه لكن بيقول سيبني منهم دلوقتي. مالكش دعوه باللي فات، بيقول والف... والافتخار بمجد قوم مضى الزمن القديم بهم حميد، يعني الزمان كان مشي بيهم كويس وكانوا عملوا انجازات عظيمه ربنا يكرمهم، لكن دلوقتي سيبني منهم خالص، انا عايز اقطع علاقتي بيهم. ركز بيقول وما يجدي افتخارك بالاوالي، يعني الافتخار ده هيعمل ايه؟ اذا لم تفتخر فخرا جديدا لو انت قعدت تقول شايف تفتخر بايام زمان هتعمل ايه في المستقبل ما انت ما عملتش حاجه عيالك يفتخروا بيها حتى بقول ارى مستقبل الايام اولى انا شايف المستقبل يا جماعه اولى بمطمح من يحاول ان يسود الناس اللي عايزه تكسب لازم تهتم بالمستقبل فما بلغ المقاصد غير ساع يردد في غد نظرا سديدا يعني الشخص اللي بيبص لقدام هو ده اللي بيكسب فوجه وجه عزمك نحو ات وجه وجه العزم بتاعك نحو المستقبل ولا تلتفت الى الماضينا جيدا ما تبصش لورا خالص واسس في بنائك كل مجد ابني كل مجد طريف يعني جديد واترك المجد التليد التليد يعني المجد القديم ولا القديم بقى خلاص وهل ان كان حاضرنا شقيا نسود بكون ماضينا سعيدة يعني لو حياتنا دلوقتي كئيبة هل احنا هنفرح عشان الماضي بتاعنا كان حلو طبعا غلط وخير الناس ذو حسب قديم احسن الناس بقى اللي عنده حسب قديم اقام لنفسه حسبا جديدا صلى صل الله عليه وسلم والسلام يعني احسن الناس بيمزج القديم بالجديد المقصود بطريف في البيت السادس طبعا طريف مقصود بها المجد الطريف عن يعني المجد الجديد عكسه المجد التليد يعني مجد ايه مجد قديم يبقى طبعا الاجابه الصح من حاجه تكون هي تكون المجد الجديد صلى صل الله عليه الصلاه والسلام المقصود من البيت الاول تمجيد القدماء الدعوة الاحياء القديم التاكد تاكيد على تطاول الزمن القطيعة مع القديم بيت الاول قال لك فدعني والفخار بمجد قوم سيبني بقى خالص من الافتخار بالامجاد القديمه طبعا الشاه هنا قطع علاقته بالقديم اللي جاب بيه القطيعة مع القديم عشان الشاه بيقول خلاص يا جماعه سيبوني يا جماعه من القديم خالص هنا مش بيمجد القدماء هو بيعظمهم وكل حاجه لكن انا مش قصده التمجيد ليهم هو ان يعني ابعدوني او اتركوني خالص انا والافتخار بالمجد سيبوني خالص اعمل الكلام ده وركزوا بقى في المهم ركزوا في المستقبل يبقى طبعا تمجيد المقدمات مش هينفع ولا احياء القديم بي عايز يحيي القديم بالعكس ده كان عايز يسيبه وما كانش بيتطاول على الزمن خالص الاجابه الصح تكون هي تكون القطيعه مع القديم الغرض من استفهام بيت الثاني النفي والاستبعاد تمس التشويق تعجيز واستهانه فخر وتعظيم هو قال لك ايه يا عم حاجه في البيت الثاني قالك وما يجدي افتخارك بالاوالي اذا لم تفتخر فخرا جديدا وما يجدي افتخارك بالاوالي يعني افتخارك بالناس القديمه هيعمل لك ايه لو انت ما افتخرتش فخر جديد انا يعني هيفيدك بحاجه مش هيفيدك باي حاجه وما وماذا يفيدك افتخارك بالاوالي هيفيدك بايه طبعا الاجابه هتكون هي تكون لن يفيدني بشيء يبقى لما تلاقي الاجابه عندك فيها لن فيها لا فيها نفي يعني من الاخر كده اعرف ان الغرض بيكون النفي وانت مغمض يبقى الاجابه صح تكون النفي يبقى السؤال ده الاجابه بتاعته ايه لن يفيدني باي شيء لن استفيد شيئا لا فائده منه يبقى اول ما تلاقي الاجابه عندك بلا بالنفي يعني اعرف ان الغرض ايه الغرض نفسه النفي حلو أو. نوع المحاسب دي في البيت الخامس قال لك ايه يا في البيت الخامس؟ <applause> قال لك فوجه وجه عزمك نحو ات ولا تلتفت الى الماضين جيدا طبعا وجه وجه كلمتين شبه بعض قوي ده اسمه ايه ده اسمه جناس ناقص حلو قوي فوجه وجه عزمك ده اسمه ايه ده اسمه جناس ناقص وجه وجه عزمك نحو ات يعني بص لقدام قال لك ايه ما تبصش لورا جملتين عكس بعض هنا يعني بقول لك بص لقدام ايه بقول لك ما تبصش لورا جملتين عكس بعض ده اسمه ايه ده اسمه مقابله يبقى احنا هنا عندنا ايه عندنا مقابله وعندنا جناس التفات وتصريع طبعا غلط ما كانش في تصريع فيه تصريع بيت الاول بس مش الخامس برضه نفس الكلام هنا مش هينفع ما كانش في حسن تقسيم الإجابة جاب جناس ومقابله صلى الله عليه وسلم والسلام <applause> <applause> نقص صوره بينها في قوله اسس كل مجد او اسس كل مجد طبعا الواحد بيأسس يعني بيبني حاجه ابني كل مجد طبعا صورت صورت المجد ببناء يبنى ببناء له له اساس يبقى طبعا هي استعاره استعاره مكنيه صوره المجد ببناء له له اساس يبقى طبعا ده اسمه استعاره مكنيه تنكين كلمة قوم في البيت الأول، قال فدعني والفخارة بمجد قوم، طبعًا هو قصده القوم ده إن بيعظمهم، بيقول سيبك من الفخر بقى الناس العظيمة بتاعت زمان، طبعا قوم هنا جابها نكره مش للتحقير منهم ولا حاجه بالعكس ده بيعظمهم لكن بيقول يا جماعه سيبوني منهم يعني طلعوني أنا من الحته دي خالص يبقى طبعا كلمه قوم هنا جابها نكره ليه؟ جابها نكره للتعظيم عشان بيعظمهم ما كانش بيقلل منهم ولا بيهول تهويل ده اللي هو التضخيم وما كانش فيه تحقير خالص يبقى الإجابة الصح تبقى ايه؟ التعظيم. العلاقه بين شطري البيت السابع تعليل ترادف توضيح مقابله. نجيب البيت السابع من قال لك ايه وهل, ك... وهل ان كان حاضرنا شقيا نسود بكون ماضينا سعيده يا يعني لو الحاضر بتاعنا شقي وحزين هل احنا هنفرح لو ال... <applause> لو الماضي بتاعنا كان سعيد فطبعا الجملتين عكس بعض لو الحاضر بتاعنا حزين لو الماضي بتاعنا سعيد جملتين عكس بعض ده اسمه مقابله يبقى الجمله تبقى دي تبقى مقابله جملتين عكس بعض يعني مقابله البيت الذي يوحي بالقطيعه مع القديم الثاني ولا الخامس ولا السادس ولا السابع؟ السؤال ده انا بعترض عليه من كتاب الامتحان برضو يعتبر سؤال غلط، هنا في اجابتين ينفعوا. الخامس تنفع والسادس تنفع، اقول لك ليه؟ ارجع معايا يا عم الحاج هات البيت الخامس. قال لك فوجه وجه عزمك نحو ات يعني التفت خلاص للمستقبل ولا تلتفت الى الماضي نجيدا، اقطع إيه علاقتك بالماضي خالص، ما تبصش خالص للماضي، يبقى انا قطع علاقته مع الماضي، حلو قوي. ركز بيت السادس لك واسس بينك كل مجد طريف واترك المجد التليد سيبك خالص من الماضي سيبك خالص ايه سيبك خالص من امجاد ايه من امجاد الماضي فالبيتين اصلا اتكلموا ايه اتكلموا عن ترك الماضي لكن عموما يعني لو انت عايز يعني عدم الالتفات للماضي بالنص يعني فهتختار ان تختار البيت الخامس لما قال ولا تلتفت الى الماضي لكن انا شايف الله اعلم الاجابتين صح هنا اجابتين ايه الاجابتين صح ما ينفعش امتحان يجي لك بالشكل ده لكن لو هتختار الادق 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 يعني هنقول يعني بالنص هتكون ولا تلتفت الى الماضي اللي هو البيت ايه البيت الخامس يبقى زي ما قلنا يعني دي غلطه من الكتاب لكن لو عايز تختار ادق هتكون البيت ايه البيت الخامس تحلى تجلى في البيت الاخير سمه من مظاهر سم التجديد ان تميز البارودي طبعا بيت القديم الاخير قال لك ايه يا عم الحاج قال لك امزج القديم بالجديد امزج الماضي بالحاضر الاهتمام بالتجارب الذاتية طبعا ده غلط ما تذكرش البيت الأخير ولا الجماهير ولا الجانب الفكري الإجابة الصح تكون ج المواءمة بين الأخذ من التراث والالتفات إلى ثقافة العصر إن هو يمزج القديم بالجديد ما يمثل استعاره مكنية اي واحدة فيهم استعارة مكنية بلغ المقاصد غير ساع طبعا دي جملة عادية جدا يقول المقاصد بيبلغها الشخص اللي بيسعى طبعا جملة عادية خالص يحاول أن يسود برضو جملة عادية ما أي حاجة ما يجدي افتخارك بالأوالي يعني مش هينفعك الفخر ده بأي حاجة برضو جملة عادية الإجابة الصح تكون وجه وجه عزمك وجه عزمك هنا صورت إيه؟ صورت العزم بإنسان له وجه، إنسان عنده وجه، إنسان له وجه، حلو في الإنسان حذفته، لكن ست صفة من صفاته هي الوجه، اسمه استعارة مكنية، إيه يبقى الإجابة الصح تبقى استعارة استعارة مكنية. آخر قطعة عندنا الحمد لله. قال الأمير شكيب أرسلان، قال يا يمدح أحمد شوقي، بيقول نادي القريحة، القريحة يعني الطبع بتاع الإنسان أو العقل بتاع الإنسان، بتيجي بمعنى إيه؟ عقل الإنسان. نادي القريحة ما استطعت نداءها إن الحقوق لا تقتضيك أداء طبعا جملة صعبة قوي يعني تحس إن أنت إيه بتبلع بتبلع صبارة في بقك عشان إن الحقوق لا تقتضي ما علينا ما علينا حاشا القرائح أن تضن بودقها بيقول إيه حاشا القرائح يعني القرائح يا جماعة مستحيل جدا القرائح لا هي العقول قصدي العقول العقول يعني مستحيل أن تضن أن تبخل يعني مستحيل العقول إنها تبخل بالودق بتاعها بالمطب بتاعها يعني العقول مش هتبخل بالمطر بتاع قصده الافكار بتاعتها طبعا يا جماعه العقول مش بتمطر او قصده قصده بتنزل افكار يعني بيقول يا جماعه مستحيل العقول انها تبخل بالافكار بتاعتها ما دام شوقي كافلا انوى ما دام احمد شوقي معانا يبقى الدنيا تمام قوي الشاعر الفذ طبعا اصل الجمله هو الشاعر الفذ يبقى يعني هو مبتدا والشاعر خبر هو الشاعر الفذ الذي كلماته ضمن النبوغ على الزمان بقائها ده شاعر عبقري جدا ما أقول في كل كائنة أو في كل حادثة يزف قصيدة، يعني في كل حادثة تحصل في البلد في أي حاجة تحصل في العالم بيكتب لنا قصيدة، تؤتي جميع الكائنات بهاءها، يعني كل الكائنات بتشهد بجمالها، طبعًا ده اسمه شاعر المناسبات، خلي بالك ده اسمه شعر المناسبات، يعني قصده أي حاجة تحصل في العالم يكتب لنا قصيدة عن المناسبة دي، عن الموضوع ده، طبعًا ده شعر إيه؟ المناسبات. في كل حرف من حروف يراعه، لا طبعًا اليراع اللي هو القلم، في كل حرف من حروف قلمه وترٌ يثير سرورها وبكائها. ما حل بالاسلام باس ملمه ان اي مشكله تحصل في الدول الاسلاميه الا ورجع شعره اصداءها الا هو يكتب عنها على طول كانت قصائده لبعث بلاده صورا اراد من البلا احياءها يعني كانوا كان بيحيي البلاد بالقصائد بتاعته بيكتب عن اي حاجه تحصل في بلده فسعد بعرش اماره الشعر بيقول له مبروك عليك يا عم اماره الشعر بتامير الشعراء التي القت اليك لواءها وولاءها صلى الله عليه وسلم مع كلمة يراعه في البيت الخامس طبعا يراع اللي هو القلم يبقى الإجابة الصح تكون قلمه ما يمثل استعارة مكنية إمارة الشعر نادي القريحة قصائده صورا الشاعر الفز طبعا الشاعر الفز يعني شاعر عبقري طبعا دي جملة عادية قصائده صورا شبيه القصائد بالصور تشبيه بليغ برضو جملة عادية إمارة الشعر شبيه الشعر بالإمارة برضو جملة عادية تشبيه بليغ الإجابة الصح تكون به نادي, القريح. يعني نادي القريح. صورة إيه صورة القريحة يعني قوم نادي وانده على القريحة في إيه صورت القريحة بإنسان ينادى عليه قصة القريحة بإنسان ينادى عليه الله عليك طيب فين إنسان حذفته لكن سب صفة إن النداء اسم مستعارة استعارة مكنية يبقى الإجابة استعارة مكنية الغرض من الأمر في البيت الأخير النصح والإرشاد الفخر والتعظيم الشوق والحنين اللوم والإعتقاد طبعا البيت الأخير قال لك إيه فاسعد بعرش إمارة الشعر يعني يا عم افرح يا عم افرح وانبسط عشان انت امير ايه امير الشعراء طبعا هي مش بينصحه ولا اي حاجه هو يعني بيقول له انبسط طبعا بيبارك له يعني بيعظمه بيفتخر بيه يعني مش هينفع النصح ومش هينفع اللوم ومش هينفع الشوق والحنين خالص الاجابه ستكون الفخر والتعظيم طبعا مش بيفتخر بيه نوع المعاصي دي في البيت الأخير قالك فسعد بعرش إمارة الشعر التي ألقت إليك لواءها وولاءها طبعا لواء شبه ولاء شبه بعض قوي اختلاف بس ترتيب الحروف ده اسمه جناس ناقص يبقى الإجابة بسطة تبقى جناس ناقص نقص بينية في قوله ودقها في البيت الثاني، طبعًا الودق قلناه يعني المطر، وقال إيه: حاشا القرائح أن تضن بودقها، يعني مستحيل أبدًا إن العقول تبخل بالمطر بتاعها، طبعًا المطر بتاعها يعني الأفكار بتاعتها، فين صورت إيه؟ صورت الأفكار بيه عم حاجة صورت الأفكار بالودق أو المطر، أفكار بالودق أو المطر، طبعًا أفكار مشابه، وودق مشابه بيه، حذفت المشابه وصرحت المشابه بيه، اسمه استعارة تصريحية، يبقى الإجابة الصح استعارة تصريحية. تنكي كلمة قصيدة في البيت الرابع قال لك في كل حادثة يزف القصيدة في أي مشكلة تحصل في البلد بيكتب لنا قصيدة على طول طبعا هو قصده قصيدة معينة لا قصده أي قصيدة يعني أي ما يحصل أي مشكلة بيكتب قصيدة على طول فطبعا لقينا الشاعر قصده العموم والشمول يعني عموم والشمول يعني قصده التعميم يعني من الآخر كده يعني مش قصده قصيدة معينة قصده في موقف معين لا قال له أي موقف يحصل في البلد هو يقوم على طول ويكتب قصيدة في أي موقف يبقى يعني طبعا هنا قصده العموم والشمول يعني تعميم مش حاجة معينة لا قصيدة في أي موضوع يبقى الإجابة الصح طبعا تكون هي تكون التعميم طبعا مش تحقير مش بيحقر منه ولا تعظيم هي مش مجال تعظيم ولا تقليل طبعا الإجابة الصح تكون التعميم قصده مش قصيدة في مكان معين لا في أي في أي حاجة معينة في أي حادثة تحصل علاقة من شطر البيت الأول قال لك إيه نادي القريحة ما استطعت ندائها لأن الحقوق تقتضيك أداءها لأن الحقوق عشان الحقوق طبعا لأن تعليل ما قبله يبقى الإجابة الصح تكون تعليل في مطلع البيت التالت إجاز بحذف ايه طبعا البيت التالت قال لك ايه الشاعر الفذ طب اصل الجمله هو الشاعر الفذ حذفت ايه حذفت هو اللي هو المبتدا يا إيه إجاز ايجاز بحذف المبتدا من مظاهر التجديد الشرقي تجاه في الابيات اتجاهه في شعر ايه طبعا ركزت معايا من الحاج في الابيات اللي فاتت دي ما كانش فيه منجزات عصريه ما عن الاختراعات وما كانش فيه تاريخ وما كانش فيه شعر مسرحي لكن عندنا ايه كان اتكلم عن الاسلام قال لك ايه يا عم الحاج قال لك ما حل بالاسلام باس ملمة الا ورجع شعره اصدأ يبقى بيتكلم عن اتجاه الاسلام يبقى الاجابه الصح اتجاهه اسلاميا من سمات الكاسكات الجديده ظهرت في البيتين السادس والسابع لو ركزت معايا على حاجه في البيت السادس والسابع قعد يتكلم عن ايه قالك عن الاسلام وقال لك عن قصايده اللي بعتها لبلاده كان بيتكلم عن البلاد يعني يبقى ارتباطه بالصحافه طبعا غلط ما كانش فيه صحافه ما كانش فيه منجزات عصريه ما كانش فيه تجارب ذاتيه ليه التعبير عن قضايا العصر بيتكلم عن قضايا المجتمع بتاعه سواء خاصه بالاسلام او مصر او البلد بتاعته أو الوطن بتاعه اخر سؤال وافق الشاعر مدرسه الديوان في ايه طبعا السؤال ده انا بعترض عليه بصراحه السؤال ده المفروض يجي قدام شويه مش دلوقتي قدام يا جماعه هتاخدوا مدرسه اسمها مدرسه الديوان مدرسه الديوان دي كانت مدرسه بتهتم بالايه بالذهنيه بالعقلانيه العقلانيه يعني من كده كانت, كانت مدرسه بتهتم بالافكار قوي بتحبش العاطفه او بتهتم بالافكار يعني فطبعا الشاعر هنا وافقها في الموضوع ده هو يعني وافقه في ظهور الجانب الزين شوف في اول القصيده قاعد يتكلم عن القريحه والقرائح اللي هو المخ والافكار والكلام ده كله طبعا هنا هو وافقها في ايه في الجانب الذهني طبعا كل الكلام ده هتاخده بالتفصيل قدام يعني السؤال ده ما تستعجلش عليه وكده شباب خلصنا ايه خلصنا تدريبات النصوص المتحدده وان شاء الله في الايام الجايه هنحل كل كتاب ايه كل كتاب الامتحان ان شاء الله للثانويه العامه ما تنساش تبعت الفيديو لاصحابك عشان نقدر نكمل مع بعض المحتوى الهادف مجانا لكل الطلبه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته